السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تدريب تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية على نظام إدارة التعلم. في الأساس دكاترة دي ورشة عمل، بس عايز أتأكد كده إن الصوت واصل لكل الزملاء الحضور وإن إحنا نستطيع إن إحنا نبتدي الآن. نستطيع إن إحنا نبتدي، مفيش أي مشاكل. تمام. جميل جدا. فبسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم من جديد في ورشة عمل بعنوان تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية على نظام إدارة التعلم على المستوى الأساسي طبعا في جامعة القصيم. الدورة ديت غالبا بتتقدم في مقر العمادة، وبنقدمها أونلاين للزميلات اللي هم موجودين معانا الآن. في جدول أعمال احنا مرتبطين بيه، ممكن نتجاوز بعض النقاط في جدول الأعمال مثل استطلاعات الرأي والاختبارات وأمور من هذا القبيل، والتعارف بحكم ان احنا اونلاين والاسامي كلها واضحه للكل، فممكن من خلال الشغل بتاعنا ان احنا نوفر بما يقارب الساعه في اليوم الاول، ونستغلها في امور تانية توضيحيه تهمنا جدا ان احنا نكون عارفينها. في البدايه لو تلاحظوا ان احنا عندنا تعارف وتمهيد للورشه وعرض الاهداف، ده اللي انا بتكلم فيه الجزء الحالي، ان انا بمهد للورشه وبعرض الاهداف. كان في مجموعه من استطلاعات الراي وقياس مستوى للمتدربين، ان احنا نحكم عليهم ان هم كانوا حضروا دورات البلاك بورد الاساسيه وان هم مهتمين بالبلاك بورد وهيبداوا يشتغلوا معانا، وان احنا نضمن تفاعلهم. احنا ممكن نضمن دوت اثناء التمرين او التطبيق اللي هيطلب من حضراتكم واحنا شغالين. في الجزء الثالث اللي انا المفترض ان انا هبتدي بيه بعد ما احدد اهدافنا كويس، اللي هو نشاط من جزئين، ان احنا نقدر نبني مقرر على المستوى الاساسي، يعني نقدر ننشئ صفحات ابدأ هنا ومعلومات المقرر وننشئ صفحات أخرى اللي فيها الدروس، يعني ننشئ الصفحات المتعددة اللي جامعة القصيم أقرتها وأقرت بمحتوى. طبعا إن أنا أقدر كمان إن أنا أرفع المحتوى الخاص بيا، وأقدر في النهاية إن أنا أستخرج تقارير عن مدى حضور الطلاب، فتحهم للمحتوى اللي بعرضه عليهم، اجتيازهم للاختبارات وخلافه، يعني أمور مختلفة ومتعددة. فلو احنا بدأنا مع بعض بان احنا لازم نبقى عارفين نظرة عامة عن الموضوع اللي بنتكلم عنه، يعني ايه تصميم وانتاج المقررات الالكترونية على نظام ادارة التعلم الالكتروني اللي هو Learning Management System اللي هو البلاك بورد على المستوى الاساسي، يعني ايه المستوى الاساسي، وهل يوجد مستويات اخرى ام لا، وهل تصميم والانتاج ده في عمليات ضمنية موجودة فيه، في مهارات ضمنية موجودة فيه أم لا، وهل التدريس بعد كده يتضمنه مهارات أخرى، وإزاي أقدر أعمل الكلام ده كله. يعني لازم نشوف نظرة عامة على المقررات الموجودة في جامعة القصيم. في البداية يهمنا إن احنا نستعرض البرزنتيشن الخاص بينا علشان نقدر نبتدي ونشوف المعلومات العامة اللي احنا المفروض نحصلها من خلال الجلسة الخاصة بتاعتنا. أنا بس عايز أأكد على حاجة قبل ما أبتدي، أنا بس كده بمهد، يعني بنبدأ مع بعض، إن احنا عندنا برزنتيشن عرض في مجموعة من المعلومات الأساسية اللي هنلم بيها البيزك أو الأساسيات اللي المفروض نعرفها قبل ما نشتغل عملي، وفي مجموعة من المهارات العملية المفروض نتمكن منها على مدار اليومين. أنا النهاردة هتكلم كتير وهشتغل كتير وهشرح كتير، وحضراتكم هتجهزوا شيء في المنزل، وانتوا حضراتكم اللي هتشتغلوا بكرة وهتاخدوا فيدباك مني بإذن الله. فنبتدي مع بعض كده وفق جدول الأعمال دوت، نبتدي نعرض البرزنتيشن الخاص بينا. هل البرزنتيشن الآن واضح للجميع ولا في حد ما اشتغلش عنده؟ يعني ظهرت السلايد، تايتل سلايد،
واضح، تمام. طيب في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنعرض مجموعة من المعلومات حوالين بناء وتدريس المقرر الإلكتروني على المستوى الأساسي. احنا هنا برضو عايزين نتكلم عن اسم الورشة أو اسم التدريب. بناء وتدريس مقرر إلكتروني على المستوى الأساسي، هنا احنا حددنا المستوى. ما هو المستوى الأساسي؟ المستوى الأساسي ده هو اللي الأستاذ بنفسه بيقوم بتطوير مقرره فيه. احنا عندنا هنا يعتبر 3 مستويات شغالين عليهم الآن في جامعة القصيم. المستوى الأساسي وهو قائم على الأستاذ، المستوى الكامل وده العبء كله قائم على العمادة، يعني العمادة هي اللي بتطور المقرر، والمستوى المدمج العبء قائم على العمادة في التطوير ولكن في أعباء أكتر عند الأستاذ، إنه بيقابلهم فيس تو فيس بنسب معينة بنتفق فيها على حسب طبيعة المقرر وعلى حسب لوائح الجامعة. ولكن لو إحنا جينا نتكلم في المهم، المستوى الأساسي والمستوى الكامل، في ناس كتير بتخلط ما بينهم. دول مشروعين موجودين عندنا بالفعل في الجامعة. المستوى الكامل بيطبق في مقررات سلم ونفس حاليا، وده الطلبة ما بيحضروش في الجامعة إطلاقا وبيدرسوا عن بعد، والأمور اللي احنا عارفينها دي كلها بما يخص مقرر سلم 101 وسلم 102 ونفس 101. أما بناء وتدريس مقرر إلكتروني على المستوى الأساسي اللي هو عنوان ورشتنا، ده المقصود بيه دعم الطلاب وإسرائهم، يعني 100% حضور صفي. ما فيش حاجة اسمها الطالب ما يحضرش، ما فيش حاجة اسمها الأستاذ إنه حضر دورة بناء وتدريس مقرر إلكتروني على المستوى الأساسي يقول أنا هحط لهم المقرر براحتي وأشتغل معاهم من البيت. لا لا لا، وفق قواعد الجامعة إن بناء وتدريس مقرر إلكتروني على المستوى الأساسي المقرر بأكمله يدرس داخل فصل دراسي مع الالتزام بالجدول، ولكن يتم استخدام البلاك بورد في رفع المحتوى والواجبات واستخدام البلاك بورد بشكل أساسي لإسراء التعلم ولكن مش بديل للفصل. إذا بناء وتدريس مقرر إلكتروني على المستوى الأساسي نقدر نقول إن هو إيكوال أو بيساوي إسراء، إن أنا بوفر المحتوى إلكتروني، بوفر اختبارات إلكترونية، بوفر مميزات أخرى إضافية للطلاب، ولكن هذا المستوى لا يغني عن حضور القاعة الدراسية. إذا احنا بنتفق على اسم التدريب أو الورشة بناء وتدريس مقرر إلكتروني على المستوى الأساسي، معناه 100% حضور صفي، لازم أحضر في الصف، المقرر مطور إلكترونيا بواسطة الأستاذ بإمكانياته، معاك بي دي إف بترفعه، معاك ملفات وورد بترفعها، معاك صور مفيش مشاكل، معاك ملفات فيديو أنت مجهزها بنرفعها بإمكانيات الأستاذ بالمتاح والمتوفر عندك. احنا بس في الورشة دي بننظم لك المتاح، يعني بنقول لك القوالب بيكون شكلها عامل ازاي، بحيث ان لو طالب بيدرس مقرر مع الدكتور سين لو راح درس مقرر مع الدكتور صاد بيلاقي نفس الشكل تقريبا باختلاف كونتنت الاستاذ. وهدفنا كده، الهدف لينا ان احنا نعمل عملية توحيد. توحيد يعني شكل المقررات تكون شبه بعضها شكلا، سيم، صفحات مبدئية، رسائل ترحيب، منتديات نقاشية في البداية بتواجه الطالب وبتقابله، ولكن الكونتنت بيختلف وعلى حسب طبيعة كل أستاذ وعلى حسب هو رافع إيه. إذا بنتفق على عنوان الكورس وأساسيات مرتبطة بالمصطلحات المرتبطة بالعنوان زي كلمة المستوى الأساسي، ووضحنا حاجتين مهمين قبل ما أخرج من هذه الشريحة، قائم على الأستاذ، الأستاذ هو اللي بيطوره بنفسه بياخد الدعم من العمادة بس هو اللي بيشتغل بإيده، و100% حضور صفي، لازم الطلاب تحضر في الصف مع أستاذها ولا يغني عن الحضور الصفي إطلاقا، ولكن هو يعتبر معزز أو إسراء للمتعلمين. عندنا لورشة العمل الخاصة بينا عدة محاور، على سبيل المثال النظرة العامة اللي احنا بنتكلم عليها الآن، وهنتكلم عن المستوى الأساسي زي ما احنا اتكلمنا وبنتكلم وبدأنا نتكلم، وازاي نعمل عملية بناء لهذا المقرر وازاي نقوم بعملية التدريس. اذا لو تلاحظ النظرة العامة وان احنا نتكلم عن المستوى الاساسي بدأنا فيهم، تعال البند 3 و4، بناء المقرر ذاته ازاي ابنيه، ازاي انشئه، ما هي الصفحات اللي جامعة القصيم بتقول لي لو انت اشتغلت
كمقرر على المستوى الأساسي أو بصفة عامة باي ديفولت الجامعة كلها وفق تعميم جاي لنا إن الجامعة كلها بأكملها شغالة على المستوى الأساسي خلاص، بقى إجباري على أعضاء التدريس إن هم يشتغلوا مقرراتهم يستخدموا البلاك بورد فيها يدخلوه ضمن المهام التدريسية. يعني إذا أنت مطالب ببناء مقرر إلكتروني على البلاك بورد تسري بيه المعلومات اللي بتقدمها للطلاب أثناء تعلمهم في القاعة. طيب إزاي بعد ما بتبني وتنشئ وترفع ملفاتك إزاي بعد كده بتدرس هذا المقرر؟ إيه هي المهام اللي على عضو هيئة التدريس؟ لازم عضو هيئة التدريس يعمل إيه بالظبط وهو شغال على البلاك بورد على المستوى الأساسي؟ كل المعلومات دي هنتكلم عنها وهنشير إليها في حين. في البداية في نظرة عامة، النظرة العامة اللي احنا هناخدها في المحور الأول، المفروض هنا نشاهد فيديو لبعض المقررات اللي تم إنتاجها وفق رؤية العمادة. أنا عندي هنا شيء أفضل، احنا ممكن نفتح مقررات أنتجناها في العمادة. زمان كنا بنوري الناس فيديوهات لما كنا عايزينهم يبدأوا يشتغلوا، أما الآن احنا بالفعل عندنا تجربة، يعني عندنا تجربة وتجربة ناجحة في العديد من المقررات. لو جينا مع بعض كده عملنا شيرنج لسطح المكتب، لو تسمحوا لي كده أعمل شيرنج لسطح المكتب عندي وأبدأ أستعرض معاكم، بس نشوف بس كده مشاركة الشاشة بالكامل. مشاركة، أنا كده عملت مشاركة للزملاء الموجودين معايا في التدريب. هل أنتوا كده شايفين الشاشة اللي عندي؟ تمام، جميل جدا، ممتاز. لو أنا جيت على سبيل المثال، أنا كده عندي، أنا فاتح البلاك بورد على الأكونت الخاص بيا. أنا طبعا ما عنديش مقررات كتيرة حاليا وفق رؤية العمادة على المستوى الأساسي، ولكن وأنا بتصفح كده اتلاقيت في زميل كان بيدرس مقرر اسمه حيوان عام، تقريبا في كلية علوم أو في حاجة زي كده. ده مقرر كان شغال معانا في المشروع في فصل سابق، تقريبا في الفصل 382. لو انا جيت عملت دبل كليك كده وشغلت هذا المقرر بحيث ان انا اشوف الدكتور هنا عامل ايه، اسمه ايه، بياناته ايه، طبعا المقرر اتشال من عنده، وينزل كده شوية تحت هلاقي في مقرر تاني اسمه اساسيات الوراثة الطبية. ده مقرر برضو في الفصل 81. لو تلاحظ ان الفصول 81 و82، اذا المشروع اللي احنا شغالين فيه ده مشروع من زمن ومن عدة فصول كنا شغالين وبنتابع الأساتذة وبنشوف شغلهم. تعالوا نشوف كده الأقدم أول. الأقدم هنا الكورس تقريبا باللغة الإنجليزية على ما أعتقد، عشان هنا الدكتورة كاتبة ستارت، يعني البداية كاتباها باللغة الإنجليزية، أو الدكتور والله ما أعرف مين اللي شغال أساسيات الوراثة الطبية، هنشوف دلوقتي ونعرف اسمه. يعني عامل الدكتور إيه؟ رسالة ترحيب، رسالة ترحيب، وآخد هنا قوالب. طلع دكتورة، طلع الدكتور اساسيات الوراثه الطبيه، وعامل كده رساله ترحيب وبيرحب هو كاتب ماي فريندز، هو بيرحب بطلابه، الهدف ان هو بيرحب بطلابه، هو صايغ رساله ترحيبيه. هو دكتور عارف خان تقريبا، اهو عارف خان، دكتور عارف خان، وبيعرفهم بنفسه، بيقول لهم ان هو معاه ايه، محمد الجاسر، ام سوري، امال ايه ده، امال ايه دكتور عارف خان. يبقى هنا في تقريبا بيتكلم على الماده دي مشتركه او حاجه، ولكن هو بيقول اي ام محمد الجاسر، ده دكتور محمد الجاسر، كده عرفنا خلاص. وانه اخذ الدكتوراه مش عارف منين وليفربول يونيفرستي، وبيعرف نفسه للطلاب، وهنتعلم ازاي نكتب رساله الترحيب. يبقى هنا دكتور محمد الجاسر كان شغال معانا وعمل رساله ترحيب لطلابه وحطت لهم صورته. جميل جميل. مبدئيا حامل بعد كده حاجه اسمها كورس اوفر فيو، يعني نظره عامه على المقرر. كاتب لهم بقى هنا الـ المبادئ العامه اللي هم بيشتغلوا عليها في هذا المقرر، وهنديكم برضو ايه هنت او نوتس ازاي نعمل الكورس اوفر فيو في حاله المقررات باللغه الانجليزيه والنظره العامه في حاله المقررات باللغه العربيه.
هنا برضو شغال في الكورس اوفر فيو، تقريبا حاطط السيلبس الديتيلز بتاعت المقرر، الميثود اللي هو بيتبعها في التدريس كل جزئية. الراجل ابدع، وبعد كده عامل جولة في المقرر ان في رسالة ترحيبية، والاخبار بتاعت المقرر ذاتها ان الاستاذ بينشر لهم اخبار باستمرار. الكورس اوتلاين، الاوتلاين الخاصه بالكورس، والليسونز الدروس يجيبوها منين، يضغط هنا يروح للدروس والمناقشه. ما شاء الله، يعني الدكتور هنا عامل حاجه اسمها جوله في المقرر او كورس تور، رحله او جوله داخل هذا المقرر، ان هم يشوفوا المكونات الخاصه بهذا المقرر. بالاضافه هنا عندنا للكورس جايد، في كورس جايد ممكن من خلال ان احنا نبص بصه كده على هذا المقرر، ونقدر نتعرف ازاي الطالب يقدر يمشي في الوحدات. يعني لو الطالب اتحط له درس بعينه، يقدر ازاي يمشي في الليسون ده، انه ياخد الدرس الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. بس قبل ما ياخد الدروس دي، عنده صفحتين باللغه الانجليزيه، ستارت هير اللي الدكتور قال عليها ستارت وحاططها فوق، وكورس انفورميشن معلومات المقرر. اذا صفحه البدايه بتتكون، دي 1 2 3 4، هي بتتكون من 6 حاجات بس، بنقول 4 اقل حاجه: رساله الترحيب والاوفر فيو والتور والايس بريك اللي هو او كسر الجمود. ده بالنسبه للكورسات باللغه الانجليزيه. كورس انفورميشن معلومات، في ديسكريبشن وفي كليندر اللي هي التقويم، اللي هو الاسبوع الاول هاخد ايه والتاني هاخد ايه والتالت هاخد ايه، وادي الريسورسز اللي زي المراجع، وادي الجايد لاين اللي هي الخاصه بهذا الكورس. يعني فينا في مجموعه من العناصر داخل كل صفحه. اذا لما تلاقي هنا كورس جايد، كورس جايد دي في ستارت هير، دي هنا حاطط اقل شيء، وادي كورس جايد كمان تضيف عليهم كعنصر خامس. انا بقول لك ستارت هير فيها 6 وكورس انفورميشن فيها 6، اقل حاجه ممكن الاربعه دول، ولكن لازم يتحط ال6 عناصر بتوعنا. ادي الايس بريك او كسر الجمود زي ما احنا شايفين، وادي شكل اللي دكتور محمد الجاسر كان عامله. الدكتور بيجتهد، قد يكون الدكتور التزم بنسبه 90% 95% 100%، انا بعرض عليكم الشغل بتاعه. حاطط هنا بعد الستارت حاطط الكورس جايد اللي هي المفروض الانفورميشن. لاحظ الدكتور مغير التسميات، يعني احنا قايلين له في المخطط دوت يا دكتور محمد انت لازم تسميها ستارت هير، ام سماها ستارت؟ قلت له سميها كورس انفورميشن، ام سماها كورس جايد؟ قلت له سميها ليسون، يعني سميها الدروس، ام راح سماها المحاضرات؟ يعني الدكتور التزم يعني بالشكل العام، ولكن هو غير. هل التغيير ده في صالح جامعه القصيم ام لا؟ انا اعتقد انه لا. انا اعتقد ان الدكتور لو التزم بستارت هير وكورس انفورميشن والكورس ليسون، الطالب اللي عنده ده اللي درس معاه، لما يروح يدرس مع الدكتور علي او الدكتور ابراهيم او الدكتور عمر، يروح يدرس معاهم هيتلاقى نفس المصطلحات، وبالتالي التوحيد ده شيء مهم جدا في جامعه القصيم. انا ما اقولش للدكتور سميها ستارت هير يقوم سميها ستارت، بس سميها كورس انفورميشن يقوم سميها كورس جايد، وهكذا. يعني احنا لازم نوحد وفق القالب، هدفنا هنا ان احنا نوحد وفق القالب، وبالتالي بنشوف خبرات الزملاء التانيين ونشوف هم عملوا ايه وغيروا ايه والنصايح اللي احنا وجهناها لهم. دي صفحه ستارت هير. تعال نشوف صفحه كورس جايد اللي هي المفروض الكورس انفورميشن. حاطط معلومات كورس، الكورس انستراكتور، معلومات عن المحاضر، ومعلومات المحاضر برضو في شرح في جداول ببيانات محدده، الاسم وموجود امتى في مكتبه والتحويله بتاعته والايميل اللي عايز يكلمه، وبيقول اباوت مي، حتى بيقول انا اخذت الدرجه، هو ليفربول يونيفرسيتي، هو كتبها اكتر من مره في اكتر من مكان. الكورس ديسكريبشن، ادي وصف الكورس كامل بيتاخد من القسم العلمي طبعا عنده هو، ما فيش فيه مشكله. وادي الكليندر بيقول لك انت الاسبوع الاول في عندنا 2 ساعة هتدرس فيهم التوبيك ده، طيب وعندك برضو في الاسبوع الاول 2 ساعة هتدرس التوبيك ده، والله والاسبوع الاول برضو هو ده شغله، ده التوزيع بتاعته. في الاسبوع بقى الثاني هتدرس ده، في الاسبوع الاول هتدرس ده، فين؟ مفيش تالت ولا رابع. يعني هو يعني هي الفكره كلها، قد يكون الارقام دي بس فلتت منه شويه، وقد يكون ان ده الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وادي 7 8 9 10. انا اعتقد ان التسلسل ده الاسابيع ونمبر اوف ويكس، الدكتور هنا ما خدش باله وما عدلش، فمن المستحيل انه بيدرس الكورس كله على اسبوعين، ده كليندر.
ممكن نقول الساعات خلاص هو عارف ان دي الساعات، ولكن انا اعتقد ان كان محتاجين مراجعه هنا في النمبر اوف ويكس، انه يغطي التوبكس بتاعته في الاسابيع الدراسيه، وبالتالي لما يحط للطالب نمبر اوف ويكس او عمود في رقم الاسبوع يبقى الرقم مطابق للواقع شويه، او حتى لو هو المسلسل ده انا اعتقد ان هو المسلسل. اذا ديت يعني ملحوظات سريعه بنقولها واحنا بنتصفح هذا المقرر. دكتورة زينب بتقول يعني عدد الأسابيع لكل موضوع أو كل فصل دراسي. ممكن يا دكتور، يعني ممكن يعني ممكن يكون ده ياخد أسبوع واحد، ده ياخد أسبوع أدي اتنين، ده ياخد أسبوع أدي تلاتة، ده ياخد أسبوعين أدي خمسة. ممكن بس هي مش واضحة، يعني ادي السادس 7 8 9 10 11 12 13 14. يا دكتورة فعلا يا دكتورة زينب هو عددهم 14، نمبر اوف ويكس 14 اسبوع، يعني الاسبوع الاول ياخد ده، الاسبوع الثاني ياخد ده، الثالث ياخد ده، الرابع والخامس ياخد ده. جميل جدا يا دكتورة زينب، يعني هو ده اجتهاد، ادي الرابع والخامس يبقى كده برضو. بس برضو يا دكتورة زينب لو كانت الامور اوضح اكتر، يعني مثلا يزود حتى عمود برقم الاسبوع الاكاديمي في الجامعه، يعني عندنا احنا الاسبوع الاول التاني زي ما بنرصد كده الغياب، بحيث ان ما احتارش انا نفسي، انا عشان اول مره اشوف الكورس فده دخلت عليه كده، فما اعتقدت ان في مشكله، اعتقدت ان هم 10 اسابيع وان هنا في غلطه. فممكن زي ما انا وقعت مع اني شغال في تطوير المقررات مع الزملاء وبنصحهم، ممكن طالب يدخل يا دكتوره زينب يقع في نفس القضيه. وبالتالي لو انا عايز اقول للطالب هيدرس كل توبيك في كام اسبوع ما فيش مشكله، بس احط بقى ازود الاسبوع الاكاديمي، يعني الاسبوع الاول الثاني الثالث الرابع، ممكن اوزعها بقى، اوزعها اقول له في الاسبوع ده هتدرس نفس الموضوع، او اضم اعمل دمج للخلايا وهي في الاسبوع الاول، يعني بيتهيالي دي هتبقى اوضح، وخاصه ان الكليندر العربي مش كده. يعني لو جينا للدكتور الاخر انا ما اعرفش لسه اسمه اللي بيدي ماده الحيوان العام، هو حاطط المفروض في ماده الحيوان العام ده دكتور محمود العزازي، فتعالى هنا حاطط الكليندر بشكل مختلف، حاطط بقى الاسبوع الاول الثاني الثالث رقم الاسبوع. فهنا عندنا في العربي رقم الاسبوع هو الاسبوع الكام، هو جه في الانجليزي عامل رقم الاسبوع عدد الاسابيع، فهنا كده مفيش برضو توحيد. ما الطالب ده عرضه انه يدرس مقرر باللغه العربيه، يعني عنده مقرر في اللغه العربيه فيروح يدرسه مثلا، فاحنا عايزين هنا عمليه التوحيد يا دكتوره زينب مهمه جدا. انا يعني عندي في العربي هنا رقم الاسبوع والتاريخ وعنوان الوحدة، هو لو الإنجليزي مش نفس الكلام وعايز مثلا انت عندك هنا التكاثر مثلا بيتدرس في التاني والتالت، خلاص اعمل لهم دمج، يعني دمج للخلايا ديت وخلاص، او اعيد تكرارها تاني، او اقول دي بتدرس على مدار اسبوعين واسيب التانية فاضية، ولكن يبقى في نوع من انواع التوحيد ما بين العربي والإنجليزي عشان ما يحصلش خلاف ما بين الطلاب في التقويم. ولكن وجهة نظر حضرتك صح، هو كاتب هنا ارقام الاسابيع، ولكن في العربي لو لاحظنا الدكتور العزازي الاسابيع ورا بعضها بالتواريخ، والله الدكتور العزازي حاطط لنا التاريخ، حتى كان بيدرس في 2017 قال له يوم 15/10 يوم 5/11 يوم 26/11 وفضل ماشي معاه لحد 24/12 اللي هي تكملة شعبة اللي يعني عنده شغل، هو عنده شغله وتقريبا دخل على الاختبارات، يعني ده وقت دخل في اختبارات ده اساسا في وقتها يعني. فالراجل شغال معاهم في تقويم صريح وواضح، هنا التقويم ممكن اي استاذ ياخده يشتغله، ده ما فيش فيه مشكله، هي التواريخ مش موجوده وبالتالي التقويم ده مرن ما فيش مشكله، بس طبعا ده تقويم محدد بوقته بعينه لناس معينه وتواريخهم موجوده، هي الطالب يدخل يلاقي كل شيء. فاحنا بنوحد ما بين العربي والانجليزي، نكمل بس في الانجليزي كده يا دكتور زينب ونشوف الوضع ايه. ادي الريسورسز المراجع، الراجل حاطط الريسورسز ما فيش مشكلة، حاطط مجموعة من الريسورسز يعني، وحاطط مراجع وتواريخ نشر ومواقع روابط، يعني حاطط حاجات كويسة، هو شايف ان هي دي الريسورسز الخاصة بيه. وبعد كده في الكورس جايد لاين، دي اللي هي زي السياسات، ممكن تبقى السياسات سياسة وضع الدرجات، وبيقول الطالب دوت لو يعني لو وصل ل 100 ده هيبقى A بلس وهياخد امتياز، ولو هو اقل من 95 هياخد كذا، وحاطط له ايه اللائحه، يعني اللائحه بتاعت امتى يسقط امتى ينجح و60%، ويعني بيعرفوا حقوقه
ودي مهمة جدا واحنا عطيناها له اساسا، هو بس عدل ما يلزم، بيقول له هياخد درجات في الفيرست ميد تيرم، عنده امتحانين هو ميد تيرم اول وتاني، وعنده هنا كويزس على 5 درجات، يعني عنده شوية شغل هو كده متقسم، وعنده الفاينل اكزام هنا تقريبا على 50 درجة. اذا دول كلهم باين عليهم تقريبا عليهم 50 اعمال سنة، وفي مشروع بيتقدم تقريبا او اكزام، في اكزام ده برضه فاينل قبل الفاينل يعني تبعه برضه، يعني عنده 50 درجة اعمال سنة، ودي التقسيمة اللائحة، ودي 50 درجة تانيين، ودي حتى سياسة التعامل احنا عاطينه دي مكتوبة، هو الدكتور اخدها دي بقى الحتة الاخيرة دي كوبي وبيست على طول مباشرة. بس قد يكون التكنولوجي سكيلز احنا نرجع عليها ونشوف في حالة اللغة الانجليزية عاملة ازاي. اذا الدكتور محمد الجاسر برضو ما شاء الله عليه ملتزم، وعامل امور زي صفحة ستارت هير وكورس انفورميشن، وغير المسميات، ولكن ايه معذور برضو، دي تجربة بياخدها وهدفها برضو ان هو يوصل للشكل العام. ودي الدروس، ادي الدرس الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السابع الثامن، حاطط كام درس الدكتور؟ حاطط 9 دروس، وحاطط محاضرة 10، يعني حاطط 10 9 محاضرات، 10 محاضرات، والمحاضرة دي نوت ان ذا فاينل اكزام. ماشي، يعني هو ايه مش هتيجي المحاضرة ديت، مش هيجي منها في الامتحان النهائي، يعني هو دي سياسة الدكتور، وبيعرفهم هنا ان دي المحاضرة ومش هيجي منها حاجة في الفاينل اكزام، ودي سياسته، والراجل شغال، وحتى هي فاضية عندي هنا، قد تكون عامل لهم فصل افتراضي اياميها. تعال نشوف بس المحاضرة 9، هنا في شغل ريد، بيقول لهم اقرا هنا اضغط هنا واقرا. اذا شكل درس الدكتور ملتزم هنا بشكل عام للدروس، جدول ريد وحل وناقش، ربطهم بمناقشه وربطهم بواجبات واداهم حاجه. شوف الجدول ده، تعالش كده شوف كده دكتور محمود العزازي، هل هنا في الدروس هل هو هنا حط دروس اي الدرس التاني مثلا، هل عمل جدول برضو، ولا ده اشتغل بطريقه تانية كده مباشره؟ الجدول هو الاصح، الجدول هو المعايير اللي عندنا هنا، الدكتور رمالهم الداتا موجودة قدامنا، والطلبة يحملوها زي ما انتم شايفين كده، يحمل ملف وورد كمان، ده الدكتور عطوهم الوورد، يعني ما استخسرش عنهم شيء. يعني المفترض احنا عندنا هنا طبعا في كلام كتير هنا عند الدكتور كان المفروض يتحذف، الدكتور هنا عندنا مظبوط صفحات محدودة 1 2 3، ويمكن الدكتور هنا عشان حاططني كأستاذ لو انا عملت معاينة كطالب عنده كله هيختفي، لا بس برضه كل ده ظاهر للطلبة غلط. فاحنا عندنا هنا المناقشات، المعلومات، اخبار المقرر، دليل المقرر، وادي الدروس. طب تعال نشوف الدروس، يمكن يكون ايوه دي درس. طيب بس عشان مكتر حاجات كتيره، يعني حاطط كلمه مقرر ودروس، يعني المفروض هي خلاص ابدا هنا والمعلومات والدروس، بس 3 لينكات زي الراجل هنا ما هو شغال، ادي واحد، دي حتى الزياده تطلع فوق، ادي واحد ادي 2 ادي 3، النيوز دي الرابعه بس لسه ما اتكلمناش فيها. تعال نشوف هنا الدكتور هنا حط الجدول، تعال نشوف دكتور العزازي هنا عامل جدول ولا لا مثلا في الموضوع الثاني. هو الجدول اللي احنا عاطينه لهم ملتزموا بيه، الطالب اللي بيدخل هنا وبيدخل هنا بيجد نفس الشيء، هو بس طبعا هم عشان كانوا عملوا الشغل زي ورشه زي اللي انتوا عاملينها، او كانوا داخلين معانا في مشروع ان هم ينتجوا، وبالتالي بنحاول نوصلهم للشكل العام، بيبقى في معياريه بنسبه كبيره عندنا هنا. طبعا شوف الدكتور حاطط الاهداف، اقرا الاهداف، اقرا، حاطط لهم ملف وورد برضو، دوكمنت المفروض تتقفل بي دي اف، يعني شاهد فيديو، حاطط لهم هنا مشاهده فيديو يوتيوب، بيودوهم على اليوتيوب، مش مشكله بدل الريسورسز بتاعت الاستاذ. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اهلا بكم في ماشي احياء محمد محمود. عن الانسجه النباتيه، وعرفنا ان هي نوعين عندنا، الانسجه البسيطه والانسجه ماشي، المركبه. رابطهم باليوتيوب، جميل جدا. اعطوهم بعد كده تمرين، بس نزله لهم ملف وورد يحلوه تقريبا ويرفعوه بعد كده، وادي مناقشه يدخلوا يناقشهم، وادي اختبار بس برضو وورد، وادي بي بي تي، ده ملف باوربوينت عرض تقديم، اعطوه لهم يحملوه عندهم ويشغلوه ويشوفوا الشغل بتاع الدكتور ده عامل ازاي. ماشي، الدكتور اجتهد ما شاء الله عليه، انهاء المعاينة كطالب، عامل برضو شوية شغل كويس، والدكتور برضو الجاسر عامل برضو شوية شغل كويس. بقى لنا نص ساعة،
بنحقق جزء في جدول الأعمال مهم جدا، اللي هو بناخد نظرة عامة على المقررات اللي أنتجها الزملاء في جامعة القصيم وفق هذا المشروع، وفق هذا التدريب، أو وفق ورشة العمل اللي احنا فيها. ده شغل زمايلنا دكتور الجاسر ودكتور العزازي، مقرر عربي ومقرر انجليزي، بيحاولوا يلتزموا بالمعايير اللي احنا قلنا لهم عليها. لو تسمحوا لي كده ارجع لجدول الاعمال تاني. جدول الاعمال واضح للكل كده على الشاشة؟ تمام. احنا هنا كان جزء مهم جدا في جدول اعمالنا ان احنا نظرة عامة على المقررات الالكترونية المنتجة بجامعة القصيم. والله احنا اخدنا نموذجين، يعني احنا ما نقدرش ناخد اكتر من كده، ده احنا نموذجين بس، واوفر فيو اخدنا فيهم نص ساعة. فاحنا اخدنا نموذج بالعربي ونموذج بالانجليزي، تمام، وتعرفنا على شكل المقررات وفق هذا المشروع اللي هو المستوى الاساسي. طيب تعالوا كده نكمل في البرزنتيشن. مهم جدا ان احنا ننوع ما بين استخدامنا للبرزنتيشن وجدول الاعمال والعرض البيان العملي اللي انا بعمله ليكم، حتى نصل للوقت اللي حضراتكم فيه بتبداوا تشتغلوا بايديكم وتعملوا كل شيء. تعالوا كده مع بعض نرجع للبرزنتيشن اللي احنا شغالين عليه. كنا وصلنا للسلايد اللي فيها جولة في المقررات الإلكترونية تم إنتاجها في جامعة القصيم، وشفنا المعيارية بتاعت هذه المقررات، وشفنا التوحيد، وشفنا العربي والإنجليزي زي بعض، فرق اللغة، شفنا أشياء كتير مهمة جدا، شفنا مدى حرص جامعة القصيم على توفير قوالب موحدة لأعضاء هيئة التدريس سواء بيدرسوا بالعربي والإنجليزي، حتى نصل إلى معيار مهم جدا اللي ما يتوقعه الطالب يجده. ما يتوقعه الطالب يجده، الطالب يتوقع وجود ستارت هير وفيها عدة عناصر، سواء درس المقرر ده أو ده أو ده، راح لأي أستاذ بيجدهم. الطالب بيتوقع إنه يجد معلومات للمقرر، كورس انفورميشن بعربي انجليزي، يجد الكورس انفورميشن. الطالب بيتوقع إن داخل الكورس انفورميشن يجد معلومات عن الأستاذ الانستراكتور، إذا يجد بشكل معين. الطالب يتوقع يجد السياسات وتوزيع الدرجات في نهاية معلومات المقرر، إذا يجدها. الطالب يفتح الدروس يجدها مرتبة، الدرس الأول الثاني الثالث، كل درس عليه أهدافه. يفتح الدرس يجد بعد ما يفتح الدرس جدول، الجدول ده مقسم لعدة مهام، إنه يقرأ أو يشاهد أو يحل أو يناقش مجموعة من الأوامر اللي إحنا كنا عاطينها له من خلال الأيقونات، وعاملين له مرفقات، شاهد فيديو، اقرأ الأهداف، اقرأ الكتاب الإلكتروني المرفق، حل الواجب، ناقش في المنتدى. إذا في معيارية، وده بيسهل التعلم على الطلاب، وبالتالي الطالب ما بيحضرش، مش بيدخل مقرر يلاقي بشكل، يدخل مقرر تاني يلاقي شكل تاني خلاص، ويفضل يتدرب على طريقة الاستخدام ساعات طويلة، وده بيضيع جهد ووقت. أما التوحيد وبالتالي دور الأستاذ فقط بيكون في رفع الكونتنت الخاص بيه في مكانه، ده بيوفر كتير جدا على طلابنا من وقت وجهد. طيب ده المقررات اللي أنتجتها جامعة القصيم على المستوى الأساسي، ده موضوع تدريبنا. تعالوا نشوف كده، هل عندنا المستوى الكامل مر بنفس الظروف؟ لا، ده المستوى الكامل عملنا اجتماعات. طبعا احنا اشتغلنا على مقررات سلم 101 وسلم 102 ونفس 101، ودول بيدرسوا فول اونلاين. عملنا احنا شكل محتوى احترافي، اجتمعنا مع خبراء المحتوى، يعني دكتور عبد الرحمن الصمادي من كلية الشريعة كان هو اللي شغال معانا في مدخل الثقافة الإسلامية سلم 101، دكتور نائل كركز هو اللي شغال معانا في الإسلام وأبناء المجتمع، كان خبير محتوى، دوره خبير محتوى مكلف يعني، وتم مكافأة كل أعضاء التدريس اللي اشتغلوا معانا بخبراء محتوى دايما يعني، عشان كده الشغل ده ملك للعمادة مش ملك لأعضاء التدريس اللي قاموا بالمشاركة في تطويره، لأن تم التوقيع على عقود وتم مكافأتهم في حينه وقتها يعني كخبراء محتوى يعني. دكتور سالم هنا اشترك معانا برضو، مهارات التفكير واساليب التعلم، كل دول زملاء شاركوا معانا كخبراء محتوى، وهذا المحتوى الفكري ملك جامعة القصيم بشكل كامل.
وانتجوا معانا 3 مقررات زي ما انت شايف الشكل ما شاء الله عليه. ده التصميم الفني راجع للعماده، اما المحتوى راجع للاستاذ، والقسم العلمي طبعا هو اللي مكلفه، وبالتالي هذا المحتوى موافق على القسم العلمي، وهذه الامور كما طروا في المقررات على المستوى الكامل. طيب اما على المستوى الاساسي اللي انا عرضته عليكم من شويه، عقدنا دورات تدريبيه زي اللي احنا عاملينها مع بعض الان، وبدانا من خلال الدوره التدريبيه دي اجتمعنا مع اول مجموعه من النساء اللي كانت دكتوره عبير مرسي، دكتوره فاطمه الخميسي، دكتوره رنا القرعان، استاذه سمر الدعيجي، دكتوره زهراء ادريس، دكتوره اميمه، دكتوره وفاء، دكتوره سعاد الثقعبي. دول دي مجموعه من النساء اللي كانوا شاركوا معانا تقريبا كاول مجموعه تنتج مقررات، وبدانا ان احنا نقول لهم ايه مهامهم في التطوير، وعملنا تقرير متابعه ليهم، وبقينا بنشوف هل هم بيخشوا اسبوعيا ولا لا، يردوا على الطلاب. طبعا كان في مهام للاستاذ، لو جينا كده لاول سلايد كان في مهام في التطوير واحنا شفنا شكل التطوير، اما في مهام في التدريس. طب ايه هي مهام التدريس اللي كانت مطالبه من الاساتذه دول او عضو هيئه التدريس دول؟ اللي كانوا مطالبين بيه وقتها ان هم يدخلوا اسبوعيا يكتبوا رساله اسبوعيه للطالب، يقولوا احنا وصلنا لكذا وهندرس كذا، او غير موضوع الرساله الاسبوعيه دوت ان هو يتابع المناقشات ويرد عليهم في المنتديات النقاشيه. وده شيء مهم جدا برضو ان احنا لازم نلم بيه، ان الطلاب لازم ارد عليهم، يبقاش عندي منتدى نقاشي وانا سايب الطلاب، وانا كده متابعه التدريس هيبقى الاستاذ متابعته يعني اقل من المأمول. لاحظ على اليمين كده في رساله اسبوعيه من دكتور وليد طحاوي. وليد طحاوي تقريبا كان في الرس او عنيزه، كليه هندسه يعني، كليه هندسه، ودي كانت رساله اسبوعيه، نموذج من رساله اسبوعيه كان عاملها لطلابه في مقرر الهندسه المستويه. وبالتالي تقريبا ده كل ده انا متذكره، ده مقرر اسمه الهندسه مستويه، وده دكتور وليد طحاوي، وده الرساله الاسبوعيه بتاعته، وده الشكل اللي هو الدكتور كان بيقدمه لطلابه اسبوعيا، ان الطلاب يشوفوا الشكل ده ويقروا الرساله الاسبوعيه دي ويعرفوا هم وصلوا لفين وخلصوا ايه. دي من مهام الاستاذ. طب انت تيجي تقول لي انا دلوقتي معاك في المستوى الاساسي، مطلوب مني ايه في التطوير؟ مطلوب منك في التطوير انك تلتزم بالقالب وترفع المحتوى. طب مطلوب منك ايه في التدريس؟ مطلوب منك في التدريس انك تتابع الطلاب في المناقشات، وانك اسبوعيا ترفع لهم رسالة اسبوعية تعرفهم هم وصلوا لفين وهيعملوا ايه، بحيث انك تدي جايد للطالب بشكل اسبوعي في نهاية كل اسبوع اللي هو وصل له، اللي هيروح اليه في الاسبوع القادم. اذا انت كاستاذ معانا في المستوى الاساسي مطالب بشيئين، مطالب بتطوير المقرر وفق القالب، ورفع محتواك زي ما يكون شكله. طب لاحظت ان الدكتور العزازي وبعت طلابه لفيديو موجود على اليوتيوب، دكتور الجاسر حط لهم مرفقات مثلا، يعني يعني المحتوى المتاح عندك بترفعه او بتحط لينكات وروابطه. بعد كده التدريس، مهمة المتابعة دي مهمة جدا، انك ترد على المناقشات، وانك انت تكتب لهم رسالة اسبوعية علشان يعرفهم الوضع الخاص بيهم. طيب الجولة التفاعلية في مقرات جامعة القصيم شفناها بالفعل، وكده ده جزء تفاعلي لينا ان احنا نشوف شكل المقرات التفاعلية. تعالوا هنا بس يعني نتكلم مع بعض شوية في مساحة تفاعلية، وفي الأصل التدريب ده بيتم فيس تو فيس، ولكن احنا بنحاول نشتغله اونلاين، ولكن لازم في مساحة تفاعلية ما بيننا وما بين المتدربين، عشان هو ده مش تدريب، دي مش دورة بلاك بورد، دي ورشة عمل عن المشروع. انتوا المفروض اخدين دورات البلاك بورد وجايين النهاردة علشان تستخدموا القالب وتطوروا مقرراتكم من واقع مهارات انتوا عارفينها، وبالتالي لازم هدف التدريب يتضح الآن بدقة. جميع الحضور هم دكاترة حضروا من المستوى الأول والثاني ودورة الفصول الافتراضية والاختبارات، دي 1 و2 و3 و4 من متطلبات حضورك. ما ينفعش واحد النهارده يبقى حاضر ومش عارف حاجه في البلاك بورد، دي مشكله كبيره. احنا مش هنعلمه بلاك بورد، احنا بنديك السياسات، بنديك المعايير، بنديك القالب، وحضرتك بتشتغل. طيب يبقى احنا كده عايزين نتناقش في المساحه التفاعليه ديت في 4 حاجات. من واقع اللي احنا شفناه ده، عايزين نعمل عملية وصف للعملية التعليمية في بيئة التعلم الإلكتروني، ونبين دور كل من الطالب والمعلم والتقنية.
طيب هل في حد من الزملاء يحب يكتب او يحب ياخد المايك لو في امكانية هنا انه ياخد المايك؟ انا مش عارف الصلاحيات اللي منشئ الجلسة اشتغل فيها ازاي. هل في امكانية هنا ان احنا ندي المايك لحد من الزملاء، استاذة مشاعل، او هو يكتب على سبيل المثال بحيث ان احنا نديله الفرصة؟ في إمكانية. طيب هل حد، احنا عايزين نتناقش مع حد من الزملاء، لو حد يحب نتكلم في وصف العملية التعليمية في بيئة التعلم الإلكتروني ونبين دور الطالب والمعلم والتقنية، نذكر بعض فوائد التعلم الإلكتروني من واقع اللي احنا شفناه، نذكر بعض المعوقات التي ستواجه تطبيق التعلم الإلكتروني، ونقول رأينا واحنا بنتكلم على الثلاثة دول. هل سيحسن توظيف التقنية في العملية التعليمية من أداء الطلاب؟ ونقول نسبة. طبعا انا هدي فيدباك، هتناقش مع الاستاذ بعد ما يخلص خالص، مش هقطعه، ولكن هندي له زي ما تقول كده 5 دقائق او 3 دقائق او حتى دقيقتين يبين فيهم رايه لو يحب صوتا او كتابه. فاستاذه مشاعل سالت هل في اي حد من الزميلات الحضور معانا يحب يشارك الان في مناقشه هذه الامور الاربعه ويقول لنا رايه، نسمع رايه كلنا، يعني يرفع ايده او يكتب في الشات واستاذه مشعل تديله الصلاحيه دي مساحه تفاعليه عندنا في ورشه العمل، فيا ريت لو نخليها ناجحه بمشاركه العضوات. يعني انتوا معايا، يعني حاضرين معانا سامعيننا؟ تمام، جميل جميل جميل، انتوا معانا. طيب هي الكتابة هتاخد وقت بس. جميل جميل يا دكتورة، جميل. طيب على العموم ما فيش مشكلة، لو حد يحب يشارك صوتيا اوكي، لو ما حدش يحب يشارك صوتيا ممكن بالكتابة. دكتورة مين قالت ممكن تكتب؟ دكتورة دكتورة عجمية السيد. ماشي يا دكتورة اتفضلي. ممتاز يا دكتورة، الدكتورة قالت بيفيد في الفروق الفردية. ممتاز. طيب بما ان ما فيش حد ماسك المايك غيري، فانا ممكن اكمل مع واعلق على تعليقات الزملاء. دكتورة زينب قالت عدم التقيد بالمكان والوقت، يبقى ماشي. بقى عندنا الدكتورة في الاول قالت فروق فردية، والدكتورة بعدها قالت التقيد بالمكان والوقت عند حدوث تعليقات. يعني الـ يعني برضو بتأيد الدكتورة بعدم التقيد بالمكان، يعني حالة تقلبات جوية او لإسراء المحاضرة. طب نتكلم بقى، الدكاترة كلهم بيتكلموا في الفوائد، يعني ما فيش حد يتكلم من الدكاترة الآن في البند رقم واحد اللي هو وصف العملية. طب نتكلم بقى في الفوائد، بما ان كل الزملاء الحضور مهتمين بالفوائد. في البداية الفائدة الأولى اللي هي مراعاة الفروق الفردية، ده شيء صحيح جدا. أنا عندي طالب بيخجل إن هو يقوم في المحاضرة ويقعد يقول لي مش فاهم مش فاهم مش فاهم. أنا لو موفر له محتوى إلكتروني وهو يقدر يفتحه مرارا وتكرارا، وبالتالي هو الطالب ده بيحب التكرار، بيحب الحاجة تعادله أكتر من مرة، هي في فروق فردية ما بينه وما بين زملائه، زملاء متميزين عنه او هو متميز عنهم بشيء معين، بيحب يثبت بيحب يعمل. فبالتالي الفروق الفرديه، التعلم الالكتروني بيراعي الفروق الفرديه بالطبع. عدم التقيد بالمكان والوقت ده مهم جدا، يعني لما التعلم ده يبقى الكتروني الطالب ممكن يدخل المحاضره من بيته زي ما بيحصل في المحتوى الكامل. بالنسبه للوقت، المحاضره كان ميعادها 8 الصبح، لا، في التعلم الالكتروني ممكن تبقى 2 بالليل، ممكن تبقى 12 بالليل، ممكن تبقى في اي وقت. ممتاز جدا. تعليقات في الكليه، يعني مثلا الدراسه تعلقت نتيجه غبار، نتيجه امطار. ممتاز جدا، يعني برضو ما قيدناش بالمكان والوقت، نتيجه مثلا كوارث طبيعيه، ظروف معينه. ده مهم جدا عشان ما نأذيش الطلاب، ممكن يبقى التعلم الالكتروني بيفيدهم ان هم ياخدوا المحاضره دي اونلاين بشكل كامل. الاسراء طبعا 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 يا دكتوره، حته الاسراء ده مهم.
هنا الدكتورة أمل اتكلمت عن العملية التعليمية، عملية تعلم وليس التعليم، وغير مرتبطة بالتواجد في مكان أو زمان. جميل، الدكتورة هنا بتأكد في الجزء الأول من كتابتها دكتورة أمل على الكلام اللي الدكتورة زينب كتباه الخاص بالمكان والزمان، ولكن هنا في جملة إضافية الدكتورة كتباها إن الطالب متلقي فعال والمعلم موجه فقط. هنصيغ مع بعض دكتورة إن دور الطالب هنا يعني بقى تفاعلي، يعني بقى هو اللي نسبة كبيرة تقع على عاتقه. كان الأول في التعلم التقليدي إن الأستاذ بيخش المحاضرة هو الإيجابي بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، هو اللي بيتكلم والطالب قاعد مستمع. هنا العكس، هنا دكتورة أمل الطالب هو اللي بيحصل على تعلمه بنفسه وبيكون مسؤول عنه. الأول الأستاذ هو اللي بيلقنه، وبالتالي الأستاذ هو اللي كان بيبقى مسؤول. هنا الأستاذ حط له روابط وفيديوهات وحط له شوية حاجات، الطالب بقى مسؤول عن تعلمه، ودور الأستاذ زي ما حضرتك قلت بالظبط هو موجه، ونضيف عليها إن هو موجه ومرشد فقط للطلاب. طيب التقنية، بالنسبة للتقنية نكمل بس الحتة دي يا دكتور أمل، هي بقت بديل للقاعة. تعالوا هنا نخش بقى في، قلنا الفوائد وقلنا عملية الوصف اللي دكتورة أمل اتكلمت في الوصف، وهنا في طبعا دكتورة زينب ودكتورة عجمية ودكتورة في الأساس هما اللي اتكلموا في الفوائد في البداية، ودخلنا في جزئية السلبيات، وشاركت معانا الآن دكتورة منى ودكتورة رحاب الحوار. نتكلم بقى في السلبيات، وناخد من الدكتورة زينب جزئية إن هي بتتساءل هل هتحصل على نفس مستوى تركيز الطالبات في القاعة؟ والله يا دكتورة زينب في نقاشنا في الجزئية دي إن بنقول إن في بعض الـ الزملاء بيقولوا إن الطلاب أساسا كتير منهم، يعني جزء كبير منهم جاي المحاضرة عشان التحضير والغياب، وبالتالي في بعض الزملاء أقرهم قال انك ان استخدام التقنيه لو حتى كانت بشكل حر فهو بيبقى مسؤول عن تعلمه، هو داخل عشان يتعلم، داخل عشان ياخد درجات، اما في المحاضره في الاصل هو اساسا جاي عشان ما يتحرمش، وبالتالي بيلاقوا معظم الطلاب اللي بيحضروا المحاضرات هم مش فارق معاه، لو انت حضرت وروح الان مش هيبقى فارق معاه حاجه، هو جاي عشان يتحضر. يعني لو قلت هحضركم كلكم وروحوا شوفوا مصلحتكم، ده بيبقى يعني بالنسبة له هو أهم حاجة تحضر، الطالب جاي المحاضرة عشان يتحضر. ده اللي لاحظه كتير من الزملاء. وفي التعلم الإلكتروني هو جاي علشان ياخد درجات، وبالتالي جاي عشان يتعلم، فبتختلف شوية الحكاية يا دكتورة زينب. فأنت بتسأل على جزئية نفس مستوى التركيز، أنا أعتقد إن الطالب لو كان هدفه إنه يتعلم ولا هدفه إنه يتاخد حضور هيكون مركز أكتر. الطالب اللي هدفه انه يتعلم اكيد هيكون مركز اكتر، يعني ممكن نحصل على نسبه كبيره من التركيز، واختلاف المقرر برضو يا دكتوره زينب عشان نكون صراحه مع بعض، لو مقرر نظر الطالب هيقرا، لو مقرر بيشاهد في فيديو الجزء عملي، اهم حاجه احنا بس نعرض للطالب اللي بيحتاجه، وده نربطه باختبار، لو ربطناه باختبار الطالب هيركز بنسبه 100% واكتر من المحاضره. ساعات لو انا بدخل المحاضره اقعد اتكلم والله اطلع منها بيسالوني في نفس الكلام اللي انا قعدت اتكلم فيه، بعد كده بقيت بسالهم وانا جوه المحاضره، بقوا بيزعلوا الطلبه مني، ده يعني بتسالنا في المحاضره انا عايزين نقعد مرتاحين يعني، فمش هينفع، لازم اسالهم عشان اطمن ان هم معايا ولا لا، عشان هم اطمن ان هم مركزين، انا ببذل جهد اضافي وانا بطلع من المحاضره دي مهلك. انما في التعلم الالكتروني هو مسؤول عن تعلمه، وبالتالي التركيز في الاخر هينجح او يرسب او ياخد درجه اعمال سنه او لا. الدكتوره هنا رحبت تتكلم على ميزه استخدام امثل للتقنيه، وكانت بتاكد على كلامنا بحيث ساعه ما كنا بنتكلم في جزئيه الدكتوره رحاب لما كنا بنقول الطالب جاي عشان يتحضر. الدكتوره عجميه بتتكلم عن معوقات ضروره حصول الطلبات على دورات، بتقول ان الطالبات الدكتوره هنا ما عندهمش كفايات تكنولوجيه، محتاجين دورات. احنا بالفعل عاملين مكرر ارشادي يا دكتوره على البلاك بورد، والطلبه ممكن يدخلهم لو تلاحظي معايا ان هم وهم بيدخلوا على البلاك بورد يقدروا يدخلوا الدعم الفني. الدعم الفني يا دكتوره في فيديوهات تقدر تخليهم يعرفوا كل شيء، لو انت طلبت من طلابك يدخلوا على البلاك بورد يقدروا ساعتها يدخلوا على الدعم الفني ويشاهدوا الفيديوهات. احنا عاملين الكلام ده. دكتوره دعاء بتاكد على الكلام اللي كنا بنتكلم، دكتوره امال
مشكلة التفاعل. التفاعل والله يا دكتور، طب ما انا معاكي اونلاين اهو. وتخيلي بقى يا دكتورة امال لما تكوني حضرتك مع طالباتك ومشغلين الديسك توب شيرنج والساوند سيستم كامل وبتتكلموا مع بعض وبقى لايف، ده بيكون في تفاعل كبير. طب ما انت حضرتكم بتتفاعلوا معايا اهو. انا اعتقد ان انتوا لو عندي في الدورة، في دورة الرجال لما انا كنت بديها، والله والله التفاعل اقل مما بيننا الان. يعني انتوا متفاعلين اهو، بتكتبوا وانا بناقش وبختار الوقت اللي اخد فيه كل نقطة اتكلمها. هناك والله 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 في المحاضرة بتاعة الرجال بيطلع لي دكتور بيتكلم في امور بره التدريب وانا مضطر اسمعه. يعني هو الراجل قطع الكلام واتكلم، اجى دكتور تاني يرد عليه وبيطلع استاذ دكتور سنه كبير محرج منه سايبه يقول اللي عنده، واقعد اخرج من الكلام اللي هو بيقوله ده بمرونة وعشان ما يزعلش، وبيطلعني بره الدورة. انما هنا لو حد كتب حاجة بره الدورة ما انا مش هقراها، وبالتالي انا في التعلم الالكتروني انا اقدر ادير وقتي بمثاليه، اقدر اخد منكم فيدباك. يعني ممكن اقول له اسامه شاعر اللي ما تفاعلش معايا ما تطلعلوش الشهاده مثلا، مثلا زي التدريب اللي فات مثلا، رحت للدكتور جابر قلت له في 3 4 كده ما كانوش معايا اونلاين، خد بالك من النقطه دي كده مثلا. انا هنا بطرح سؤال الناس بتجاوب عليه وبتتفاعل معايا، يعني انا اقدر بقى. انتوا اعضاء التدريس لكم احترامكم ووضعكم، وشوفوا هو بتتفاعلوا. لما الطالب بقى تقولوا له في درجات على التفاعل واسالك سؤال، هتلاقي التفاعل ضخم. فحتة يا دكتورة التفاعل يا دكتورة أمال دي سهل جدا في محاضرة افتراضية مع الطالبات وكلهم أونلاين، وهتقول لهم عليها تحضير انتهى الموضوع. فسهل التفاعل قائم بيننا أنا وأنت أهو دلوقتي الآن. قلة الدفاعية للطالب لأنه سيقضي وقت طويل أمام الشاشة. دكتورة منى، طيب يا دكتورة منى، ما هي ممكن يبقى وقت ممثل لوقت المحاضرة، ما أنت طالبة منه واجب. ما هو لو الطالب ده بيعمل الواجب وانت طلبت منه انه يدخل المحاضره يقرا المحاضره دي ويعمل من خلالها الواجب، هو مضطر. الطالب هو مش عايز يقعد يذاكر، يبقى مش هنقول يعني هي دوافع بقى الطلاب بصفه عامه. حتى في التعلم التقليدي، ما انت لو قلت له روح المكتبه مش هيرضى يروح، قلت له اقعد على الكمبيوتر مش عايز يقعد، اكتب لي بحث مش راضي يكتب. لا يبقى من يعني مش عايزين نحط السلبيه دي نلزقها في التعلم الالكتروني، وهي اساسا سمه من سمات الطالب. الطالب عايز يرتاح، انت لما تطلب منه انه يروح المكتبه ويعمل لك تقرير بيبقى مستاء جدا. يعني هو كده انا بقول له روح المحاضره روح المكتبه، لما بودي من المكتبه بيبقى متضايق بقى ماشيين يبلطموا بالكلام، هيودينا وهيجيبنا ونروح للمكتبه ونرجع من المكتبه. وبالتالي لو انت قلت له اقعد على الموبايل بتاعك وشفت، ده احسن من زيارته للمكتبه. المشكله عند الطالبات ولكن ليس في التقنيه. التقنيه سهلت له، بدل ما يروح المكتبه لا يفتح المكتبات اونلاين. دلوقتي البلاك بورد مرتبط بالمكتبات، يعني الامور سهله. الدكتوره رحاب، الاختبار هيقيس مستوى الطالب ازاي وهو معاه الماده علميه في اي وقت؟ هو الدكتوره ما احنا بنتكلم في اعمال سنه، يعني احنا لما انا اقدم له محتوى يا دكتوره رحاب وادي له اسئله عليه، الفكرة هنا مش الطالب بيغش، الطالب هنا اوبن بوك، يعني الطالب بيتعلم. الفاينل مع حضرتك بعد كده الاختبار الفصلي. انما احنا مثلا في التعلم الالكتروني في سلم 101 وفي سلم 102 سامحين للطلبة ان هم اوبن بوك، يعيد الامتحان كذا مرة. دي انا عايزه يتعلم، ده دي مرحلة اسمها مرحلة التعلم. ان انا مش عايز ان انا يعني اقرص الطالب ان انا اضيع عليه كل درجاته. فانا دلوقتي بديك ماده علميه وبديك عليها اختبار، انت قريت الماده العلميه وحليت الاختبار، اخذ درجه وحشه، اخذ درجه وحشه، عيد حل الاختبار وخد درجه احلى. دي درجه واحده او اتنين. فدي درجات اعمال سنه، مهما زاد فيها ودعمته 3 4 اختبارات اعمال سنه كل اختبار عليه درجه، وهم خمسه دي 5 درجات، مش دي اللي هتفرق في مستوى الطالب. والطالب الجيد اللي هيعيد ويزيد فيها ده كويس قوي. لما اجي بقى اختبره اختبار ميد ترم عليه 20 درجه، ده في القاعه عندي. احنا قلنا المستوى الاساسي لا يغني عن الحضور في المحاضرات، ولكن ده بس حاجه بستخدم فيها التقنيه كتطبيق وتسهيل على الاستاذ. موضوع الشبكه دي بقى بتفرق دكتوره امل من مكان لمكان، يعني استقرار الشبكه، بطء الانترنت. الدكتوره برضو نوره بتتكلم في السلبيات، انقطاع الصوت وضعف الصوت وانقطاعه وضعف الشبكه برضو، يعني نفس الحاجه. برضو دكتوره منى، يعني دكتوره امل ودكتوره نوره ودكتوره منى بيتكلموا في نفس الجزئية، السلبيات اللي هي شبكة الانترنت تكون سيئة. احنا بنقول الآتي، دي كلها معوقات تكنولوجية قائمة على البنية التحتية للدولة، وبالتالي هي النت هنا كويس جدا مش وحش على فكرة.
يعني في دول النت عندها اقل من كده بكتير. وبنقول ان الموبايلات كلها دلوقتي بقى بتقدم عروض، يعني مثلا على سبيل المثال يعني ما بعملش لهم اعلان، موبايلي عاطيه 2 جيجا وب 30 ريال في الشهر، 2 جيجا و100 دقيقه كل الشبكات، يعني في عندهم بدائل. الطالب حتى اللي عنده مشكله، ما احنا ما قلناش انه هيغيب من الفصل، الفصل قائم، هو بيجي المحاضره اسبوعين، هو خارج من المحاضره يفوت على المكتبه المركزيه، يقعد على الجهاز في المكتبه المركزيه اهو جوه الجامعه، والنت سريع جدا. يعني احنا ما بنقولش انه لازم من البيت، لا، ممكن ما بين المحاضرات في المكتبه المركزيه. لازم الطالب يبقى له وقت للمكتبه، والجزء من وقت المكتبه ده يا دكتوره انه يقعد على جهاز الكمبيوتر اللي موجود في المكتبه. ما شاء الله عندهم اجهزه كتير جيده، يعني بيستغلوا امكانيات الجامعه. ممكن حضرتك تطلب منه انشطه الكترونيه على مقرر حضرتك من وقت الجامعه، ممكن تخرجين المحاضره ربع ساعه بدري وتروح المكتبه، افتح المقرر الالكتروني واعمل النشاط الاتي، اهو انت ريحتيه خالص من الشبكه، لا جاب خط موبايل ولا راح جاب انترنت. مع ان يعني جزئيه الشبكه اللي كلمت فيها دكتوره امل ودكتوره نوره ودكتوره منى يعني سهل التغلب عليها، يعني سهل التغلب عليها بالفعل. الواي فاي بتاع الجامعه وهم موجودين على الموبايلات وخلافه، يعني الامور بتتحل. يعني الدكتور حابب يعني لو في لايف محاضرة إضافية مفيش مشكلة، بس ده في المستوى الأساسي لازم الأساتذة يلتزموا بجدولهم، يعني ده لا يخل بالجدول. طبعا الطلبات اللي بيتكلموا على الشبكة والضعف وكده نرسلهم على المكتبة يا دكتورة، والمعامل بتاعت الكلية نشغلها، ده في معامل بتبقى مقفولة ما بتتفتحش، نبعتهم على المعامل ونبعتهم على المكتبة المركزية، نبعتهم يشتغلوا الواي فاي بتاع الجامعة. حتى لو الاستاذ جايب معاه واي فاي انليمتد مثلا راوتر ولا حاجه، قال لهم اثناء وقت المحاضره كله يفتح الموبايلات ويدخل، هيطلع لك نص الطلاب او نص الطلاب لا، او في كل حال من الاحوال اهو مستوى اسرائي، يعني الطلاب غير مكلفين بيه، الاستاذ بس هو اللي بيختار يحط عليه درجات اعمال سنه ولا لا. يعني ده مش اجبار، مش اجبار انك تاخدي منه درجات، الاجبار انك تستخدميه، انما الاجبار انه حط عليه درجات. لو انا شايف ان الطلاب فشلوا في التقويم اونلاين خلاص ما فيش درجات، طلع كله طلع ورقه وقلم ويكتب. انا في الاختبار يا دكتوره الفصلي بتاعي عملت الاتي، جمعتهم في القاعه وسالتهم مين اللي عايز يمتحن اونلاين في المره اللي قبلها ومين اللي عايز يمتحن في ورقه. والله الطلبه كنت مشغلهم انا على البلاك بورد فتره طويله، وبعرض لهم محتوى وبعرض لهم واجبات وكده لحد ما اتمرنوا على البلاك بورد. فتقريبا حوالي هم الشعبه عندي كانت حوالي حاجه و40 43 44، 10 قالوا هيمتحنوا في ورق، وحوالي 33 قالوا هيمتحنوا اونلاين. فحطيت الاختبار اونلاين وما ظهرتوش للطلبه طبعا، وعملت 10 ورقات وزودت 5 احتياطي عشان لو حد فاجئني، ورحت كده ب 15 ورقه مطبوعه للشعبه اللي هي عددها حوالي 45 او 43، ورحت القاعه قلت لهم وانا قاعد قدامهم اتحت الاختبار الفصلي، قلت لهم حلوا الاختبار. انا طبعا استفدت يا دكتور، انا كنت بصحح الاوراق، انا بتعب جدا في التصحيح عشان بقرا كل كلمه وبشوف كل اجابه، فكنت باخد لي ساعه تصحيح ولا حاجه، ولا في كل عده ورقات ساعات ممكن اخد اليوم كله تصحيح، ويضيع مني يوم واثنين وثلاثه، وساعات كنت تاخد في المقرر 3 ايام لو هو مقرر كامل يعني في اختبار نهائي. فانا قلت له هتعب نفسي في الاختبار الفصل ليه. الطلبه فتحوا اونلاين حلوه، تم تصحيحه بشكل الكتروني، الدرجه اترصدت لهم، وبقت واقفه على 10 افراد الباقيين دول، هم دول اللي انا ايه قعدت اشتغل معاهم وصحح له الورق، وقلت لهم يا جماعه حتى منكم اللي يفتح ويشتغل اونلاين يشتغل، وبالتالي قللت وقت تصحيح انا للاختبار. فادني انا التعلم الالكتروني، فادني يا دكتوره انا كفادني كعبد الرحمن سالم، ان انا عملت الاختبار الفصلي من داخل القاعه اونلاين واتحته للطلاب وانا قاعد جوه القاعه عشان ما يشوفوش قبلها. اللي خلصوا الكتروني خلصوا، ريحني، اتصحح اوتوماتيك. فالتقنيه هنا ساعدتني، انا كنت بقى بطلع من المحاضره اقعد اصحح الاختبار عشان ايه؟ عشان درجه ميد ترم. طب ما انا عليا من ده بايه؟ انا في الاصل اسام مستشار والساعات دي كده زياده يعني، انما انا عملت له الاختبار الفصلي اونلاين وعملته له مطبوع، والله رحت لهم يومها، مين يا جماعه اللي معاك الموبايل شغال؟ احنا يلا افتحوا حلوا الاختبار، هتلاقوا في اختبار اضغط على اللينك وحل، كله قاعد يحل. فجأة الطالب ده يقول انا جبت كذا انت جبت كذا، خلاص انت اعمالك هي اللي جت لك، انت اللي حليت وانت اللي ضغطت ارسال وانت اللي ظهرت لك الدرجة، انا ما صححتش، ما تجيش تعاتبني تفتكر ان انا صححت لك غلط، والله انت اللي صححت لنفسك. في طلبة جابت 20، وفي طلبة جابت النهائية، وفي طلبة جابت اقل من النهائية، وفي الاخر اتفضل طلبة اللي هم عندهم عزوف عن التعلم الالكتروني
او اللي ما عندهمش امكانيات او اللي ما عندوش انترنت او والله حاولت تحلل المشاكل بعد ما زميله خلص وتخرج من اكونتك ودخل زميلك كنوع من انواع المساعده. وفي الاخر فضل لي 5 6 طلبه اصروا على الكتابه في الورقه لاي اسباب، امكاناتهم كده، التكنولوجيا مش متاحه معاهم، هم تقليديين، اي شيء. هم بقوا 6 من 45 صححتهم والله قبل ما اطلع من القاعه. وبالتالي الثلاث ايام اللي كنت باخدها عشان اقعد اصحح لهم اختبار فصلي لشعبه واحده، وانا عندي 3 شعب مثلا، فريحت نفسي. يعني ده مهم جدا. ما انا فاهم يا دكتوره والله، هي الفكره كلها كمان الغلطه اللي انا عملتها يا دكتوره منى، ان انا اعتمدت على النت اللي هو الخاص بيهم، يعني اللي معاه نت هو اللي يشتغل. جيت العماده عشان اخد نت العماده، الواي فاي بتاع العماده اتلقيته مش موجود، كان في مدرب بيدي دوره مسائيه اخده. فانا لو كان الواي فاي بتاعي موجود بتاع العماده كنت اخدته وشغلته لهم، واللي يقول لي النت عطلان اقول له خد على الواي فاي ده. يعني لو في واي فاي في الكليه اتحل الموضوع، ما فيش واي فاي في الكليه كلهم معاهم النت على الموبايلات يدخلوا بيه، اللي معهوش هتقوله مطبوع بقى وخلاص وامر لله، هعمل ايه؟ الامور كده. احنا اتكلمنا كتير واتناقشنا جزء كبير. في السؤال الاخير بقى، الجزئيه بتاعت هل برايك هل سيحسن توظيف التقنيه في العمليه التعليميه من اداء الطلاب؟ عز اجابتك بنسبه. والله يا دكتوره انا ليا راي، انا برضو هاخد رايكم يعني، بس انا اديكم برضو خبرتي كاستاذ بدرس. انا دلوقتي في القاعه وعندي اختبار فصلي، استخدمت التقنيه وفتحت لهم الاختبار الفصلي اونلاين، وانا قاعد كده فتحت الموبايل ضغطت تحت الاختبار، الطلاب فتحوا الموبايلات قعدوا يحلهم، اتصحح آليا، جيت لدرجة الطالب ومبصتش عليها بقى، انا ماليش دعوة، انت رصدت له في العمود وانا في نهاية الفصل ابقى اخدك معها على اعمال السنة. والله انا عامل لهم نظام الدرجات بتتجمع اوتوماتيك، يعني تيجي كل الدرجات على بعض نهائية وانا اخد النهائية بس احطها على النظام الاكاديمي عشان ما فيش ربطة ما بين الاثنين لسه. وبالتالي انا ارتحت كتير، يعني عندي مجموع الطالب من 50 الان. الاول كنت انا اعمل على ورق واخد ورق اصحح على الورق وارجع اجمع الدرجات في بعضها، وبالتالي التقنيه حسنت لي انا كاستاذ، ريحتني وبرضه حسيت من اداء الطلاب، الطلاب بقى عندهم دافع. الولد قدامي فتح الموبايل وخلص الاختبار عطول بالكليك من غير ما يطلع ورقه ولا قلم، فهو اداؤه في التكنولوجيا زاد. وانا لاحظت برضه ان هو بيعد الاجابه وما بيشخبطش في الورقه كتير، شكل الورقه حتى سيء بيخلي دفعته بتقل، انما هو عنده نظام الكتروني ومواجهه جرافيكال والامور ماشيه مفيش مشكله. انا شايف ان هي استخدام التقنيه عزز من او حسن من اداء الطلاب. وبالفعل كمان حتى جزئيه الفروق الفرديه لما اعرض له المحاضره وتكون متاحه 24 ساعه في 7 ايام، يعني متاحه براحه الطالب خلص يدخل عليها وقت ما يحب، ده اكيد 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 هيحسن من ادائه، على عكس المحاضرة لما أقولها مرة واحدة لما كنا مسجل المحاضرة دي فيديو وتحله أونلاين. يعني التدريب ده أنا قلت كلمة هون وخلاص خلصنا، إنما لو في التعلم الإلكتروني التدريب ده مسجل، أستاذة مشاعر الأم مسجلاه، طيب نقدر المتدربين يحملوه يقدروا يرجعوا لأي جزئية. ده طبعا هيحسن أدائهم لما يرجع للكلام القديم. أنا شايف النسبة جيدة جدا. حد عنده رأي بخصوص البند رقم 4 لو الدكاترة يشاركونا؟ هل سيحسن توظيف التقنية في العملية التعليمية من أداء الطلاب؟ نعم أم لا؟ وعايز إجابتك بنسبة. الدكتورة قالت طبعا، يعني ممكن تتفاوت الإجابات. يعني أنا شايف إن معظم الدكاترة معانا المتفاعلين من أول دكتورة سنية، دكتورة أمال، دكتورة منى، دكتورة زينب، دكتورة رحاب، دكتورة نورة، دكتورة لؤلؤة، دكتورة رحاب، احمد فؤاد، دكتوره وديان، دكتوره دعاء، دكتوره عجميه، يعني معظم الحضور بالفعل، بس مش كلهم جاوبوا طبعا. طبعا الدكتوره نوره، طبعا دكتوره ايمان، دكتوره مواهب، تقريبا 3 حروف، يبقى اكيد نعم. تمام. فاحنا معظم الناس اللي مركزه هم معانا بيتفقون، بس بيخشوا مشاكل الانترنت. دكتوره ندى، والله يا دكتوره يعني من جزئيه مشاكل النت دي احنا اتكلمنا فيها وظهرت معايا في الاختبار الفصلي يا دكتوره ندى والله، وخليت الطلبه يختبروا على الورق بس كانت نسبتهم قليله. ما احنا مشاكل النت مش عند الكل، وده اعمال سنه مش اختبار نهائي. والله هي طول ما هي جايه في اعمال السنه اللي الاستاذ متحكم فيها ويقدر في اي وقت يعيدها او يظبطها، خلاص دي اعمال سنه يا دكتوره. وفي الاخر انت ممكن في اعمال السنه، والنظام في جامعه القاسم حضرتك عارفاه
على النظام الاكاديمي، انت ممكن تحط للطلاب درجه، يعني انا اعرف بعض الاساتذه بيحطوا للطلاب درجه جزافيه من 50، يعني ما انا ده واقع انا اعرف كده، يعني ما بيعملوش زينا كده عندي اختبار فصلي واونلاين والدرجات بتتجمع على بعضها وواجبات. هنا الدكتوره مواد بتقول جربت اختبار فصلي على شبكه الجامعه في معمل حاسب، ايوه كان ممتاز، هو ده اللي انا عملته، انا بقى ما عملت حاجه يعني اقل منك درجه يا دكتوره مواهب، انا الاختبار فصلي جوه القاعه على موبايلاتهم. ايوه هم هو تمام تمام الدكتوره سنيه عملت اختبار فصلي بالفصل العادي بالكليه اهو، يعني النت ده زي الدكتوره سنيه عملت زي ما انا عملت بالظبط، يعني ان شاء الله امور التقنيه ديت مش بايدينا احنا، احنا الناس بتوع تعلم الكتروني، يهمنا نطبق التعلم الالكتروني، حته التقنيه نسيبها للناس بتوعها ونكمل احنا كده البرزنتيشن، نشوف احنا وصلنا لحد فين، وصلنا حتى المساحه التفاعليه اللي احنا فيها، وننتقل ده كونكلوجن، ايه تعزيز الفهم فوائد التعلم الالكتروني، انتوا قلتوها المرونه، مراعاه الفروق الفرديه، توفير الخصوصيه بين الطالب والمعلم لما يكون طالب خجول او شيء، انتوا بيتواصل مع المعلم الطالب بشكل شخصي وبكل راحه، وتنوع الاساليب، طبعا احنا عندنا اسلوب صفي، لا عندنا كده اسلوب الكتروني، شاهد فيديو، حل مساله، ناقش، كل ده انتوا قلتوه بنفسكم بشكل عام. بالنسبه للادوار الدكتوره، طبعا انا متذكر في دكتور رحاب على ما اعتقد او بعض الزملاء كانوا اتكلموا عن تغير ادوار الطالب، الطالب بقى مشارك وباحث مسؤول عن تعلمه، عضو هيئه التدريس بقى ميسر ومسهل، اذا الادوار اختلفت بالفعل، وده اللي انتوا قلتوه. خلاصه الامر المقرر بي يتكون من عده اجزاء بصرف النظر عن الدور والتعلم الالكتروني، الخلاصه احنا شفنا المعلومات الارشاديه، اهداف المقرر، وصف المقرر، شفنا صفحات ابدا هنا ومعلومات المقرر، يبقى خلاصه اللي احنا بنتكلم فيه الان ان انتوا شفتوا شكل الصفحات وشفتوا يشتمل على ايه ومكوناتها ايه، وعرفنا فوائد التعلم الالكتروني واتفقنا فيها، وعرفنا دور المعلم والمتعلم، وقلنا راينا هل ده يعني هيساهم في التعلم الالكتروني ويعزز من دافعات الطلاب وشغلهم ولا لا، وكلنا متفقين ان التعلم الالكتروني فائدته كبيره، كلنا بس متضايقين شويه من امكانيات الشبكه وكده، ولكن احنا بنحط السلبيات على جنب وبنحاول احنا ننطلق في اتجاهنا بصرف النظر عن الشبكه، باستخدام معامل الكليات، باستخدام امكانيات الطلاب الشخصيه والطلاب التي عندهم مشاكل في الشبكه وغيره، بنستخدم معاهم الوسائل المطبوعه التقليديه، ويعني ما بنظلمش حد، يعني احنا ما بنظلم ولا بنجبر حد ولا بنظلم حد، لا بنجبر طالب، ما هو طالب ما عندوش تقنية لما بنجبروش على استخدامها، يوم القاعة كله شغال بالموبايلات، واللي عنده مشكلة ياخد ورقة مطبوعة يحل فيها وصححها له من عينيا الاتنين، ما عنديش أي مشكلة، ما بنجبرش طالب على شيء، ولكن احنا بنوظف، قد تجي لك في لحظة يا دكتورة كلهم ما عندهمش مشاكل تقنية، ويبقى كده احنا وصلنا للدرجة اللي احنا عايزينها في استخدام التقنية داخل الفصول وداخل القاعات. طيب المستوى الاساسي احنا اتكلمنا عنه بس في البرزنتيشن ده دوره او ترتيبه، هل في مستوى واحد لاستخدام التقنيه ولا عده مستويات؟ لاحظوا معايا هنا عندنا اربع مستويات للتعلم الالكتروني، هتلاقوا هنا في تعلم باستخدام التقنيه اللي هو المستوى الاساسي، لاحظوا كده الحضور الصفي 100%، واحد يجي يقول لي طب عملنا كل المحاضرات زي دكتور العزازي ودكتور الجاسر اللي احنا شفنا شغلهم، طب وبعدين؟ لا ده اسرائي، يعني انت فصل عادي وشغال عادي، ولكن بتحيل طلابك في نهايه كل محاضره ان هم يتابعوا المحتوى ده اونلاين ويشاركوا ببعض الانشطه وخلافه. طب المستوى الثاني هو مستوى مدمج، يعني بنيجي نقول انا عند الطلاب هغيبهم 3 4 اسابيع، او العكس الطلبة عندي هيحضروا 4 أسابيع ويغيبوا بقية الفصل الدراسي، يعني نسبة الحضور الصفي من 25 ل 75، مهيش 100%، مش 100% زي الأساسي، ولكن بتقل شوية، ممكن تقل خالص ل 25%، يعني ربع الفصل الدراسي الطلاب ما بيجوش، ده مدمج. وعلى فكرة في بعض الكليات بتطبقه حاليا مشغلاه تحت اشراف عماده التعلم الالكتروني، شغالين نظام مدمج، هم عندهم نظام مدمج ومفعلينه، عندهم شقاعات، عندهم مشاكل، الطلاب بيجوا من اماكن بعيده، فيقول لك ايه الطالب يجي لي 2 3 أسابيع ويدرس بعد كده اونلاين، بيتطبق كتير وخاصه مع شطر النساء، يعني نسمع ان في بعض المناطق اللي تبع جامعه القصيم بيجوا يستقبلوا الطلاب ويدوهم السيلبس والطالبات ويخلوهم يشتغلوا
والطلبات عندهم مشاكل في الحضور بيشتغلوا اونلاين، وبعد كده بيجوا مرة تانية بعدها ب4 اسابيع. فهم شغالين نظام مدمج سيستم عندهم بصرف النظر عن مشاريع العمادة، ولكن هي الظروف اللي هم فيها وقعوا فيها في الشكل ده، لدرجة ان في ناس شغالة محاضرات اونلاين بشكل كامل. ظهرت مؤخرا، ممكن ظهرت شوية اشياء ان الناس بينقلوا من مبنى لمبنى، ناس ما عندهمش قاعات دراسية ومش عايزين يوقفوا الدراسة، وبالتالي التعلم الإلكتروني بيفيد في الأمور ديت. المستوى الثالث الكامل، الطلاب بيقول لنا والله أسبوع ولا اتنين بس، حضور الصف 10%، بيقول لنا أول أسبوع ياخد دورة تدريبية، وبيقول لنا في الاختبار الفصلي والاختبار النهائي. فيعني قلنا إن حضور الصف يعتبر ما فيش 10%، وده المستوى الكامل اللي بيستخدم مع سلام وعرف. في هنا مستوى الانسان المطور، وكنا استخدمناه بالفعل، ان الطلاب او الطالبات ما بيجوش خالص. كان في طالبات منتسبات في كلية الشريعة، كانوا هم انتساب، وبالتالي الانتساب دول ما كانوش بياخدوا حاجة خالص، كانوا بياخدوا كتب بس ويقعدوا يذاكروا بيوتهم ويجوا يمتحنوا في النهاية. احنا عملنا لهم هنا انتساب مطور، ان اتحنا لهم المحتوى ده اونلاين، وحملنا لهم برضو طريقة يقابلوا فيهم الأساتذة لو حبهم، ولكن هو ما فيش حضور صف إطلاقا في الانتساب. ولكن احنا عشان استخدمنا البلاك بورد فيه سميناه الانتساب المطور. إذا الأساسي مدمج كامل، انتساب مطور، احنا شغالين على المستوى الأساسي. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف نظرة على الأجزاء اللي احنا شفناها. احنا لما فتحنا مع بعض المقررات الآن، وجدنا صفحة تبدأ هنا وصفحة دليل المقرر. فتحنا الدروس، ادينا اهداف، محتوى، انشطه، تقييمات. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان وفق معايير الكواليتي ماتر اللي احنا بنتبعها، التطبيق ليها، مش هقول وفق ليه، الكواليتي ماتر ما قالتليش صراحه المقرر يحتوي على 3 صفحات، ما قالتليش كده. هي قالت ان المقرر يحتوي على رساله ترحيب. هو احنا حطينا رساله الترحيب دي في صفحه تبدا هنا، قالت ان المقرر بيحتوي على السياسات، واحنا حطينا السياسات في دليل المقرر. قالت ان المقرر يحتوي على معلومات عن الاستاذ، واحنا حطيناها في دليل المقرر. قالت ان المقرر يحتوي على اهداف كل درس، حطيناها في الدروس. يحتوي على المحتوى متنوع متعدد الوسائط، صوت وصوره وفيديو ونص، حطيناه. يحتوي على انشطه، يحتوي على تقييمات. الكواليتي ماتر ادتني الديتيلز. احنا بنقول جامعه القسيم دي اخذت الديتيلز دي جمعتها في 3 صفحات. صفحة تبدأ هنا فيها عدة عناصر وهنعرفها دلوقتي، صفحة دليل المقرر فيها عدة عناصر وشفناها وهنتعرف عليها تاني، صفحة الدروس. إذا نتفق إن إحنا عندنا 3 صفحات رئيسية في جامعة القصيم بنحقق من خلالهم معايير الكوالتي ماتر. طبعا معايير الكوالتي ماتر، لو أي واحد كتب كوالتي ماتر كده على الجوجل وعمل سيرش وراح حمل احدث نسخه من معايير الكوالتي ماتر، هيجدها لسته زي دي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ستاندرد او معايير. وكل معيار هنا لو تلاحظ فيه زي ما تقول كده مؤشرات الاداء الخاصه بيه. عد كده المؤشرات دي كده على بعض، هتوصل لعدد كده من المعايير، حاجه و40 معيار. هنا بيقول لك ان مثلا ادي 5 9 معايير، 9 مؤشرات قصدي، وهنا 5 وهنا 5 وهنا 6 وهكذا. وادي البوينت او النقاط الخاصه بكل مؤشر من هذه المؤشرات ياخد كام، وفي الاخر الكورس بياخد درجه. الدرجه دي هي مدى تحقق المعايير، دي هي الكوالتي ماتر. معايير ومؤشرات، وكل مؤشر بيبقى عليه ايه؟ بيبقى عليه درجه، المقيم بيدي درجه، والدرجه ديت ايه هي اللي بتعبر عن تحقق هذه الجزئيه. هنا عايزين نتفق على شيء، جامعه القصيم من خلال المستوى الاساسي بتحقق كل المعايير دي، مش هتلاقي معيار مش متطبق. وبصفه عامه عشان دي باللغه الانجليزيه وشكلها صغيره، تعال نشوف كده باللغه العربيه العناوين ديت اسمها ايه. المعايير الاساسيه للكوالتي ماتر: تقديم المقرر والنظر العامة ليه، الأهداف التعليمية والكفاءات، التقييم والقياس، المواد التعليمية والموارد، أنشطة المقرر وتفاعل المتعلم، التقنيات، دعم المتعلم، إمكانية الوصول وصورة الاستخدام. كوالتي ماتر بتهتم بالتمن معايير الأساسية دول ومشتملاتهم. طبعا لو تحقق التمانية دول يبقى أوكي. طبعا بندي فرصة للزملاء تقدروا تدخلوا مع الكوالتي ماتر وتحققوا
تحملوها وترجموها. وعلى فكرة في على الإنترنت ترجمة المعايير الكوالتي ماتر، كان لينا زميل في سلطنة عمان، كان كنت شفت ترجمة ليه، أنا برضو مترجمها. وأنت لو كتبت كده على جوجل، حتى أنا بكتب وأنا بكلمك، ترجمة معايير كوالتي ماترز، ها بس كده بتجي لك هنا ما هي كوالتي ماترز ده في جوجل. ودي حتى في ناس عملت بحوث، يعني في ناس هنا معانا في جامعة القاسمة عاملة بحوث، واحد كاتب فاعلي بحث فعالية مقرر إلكتروني لمهارات الاتصال وفق معايير الكوالتي ماتر، ومن الباحث ده قايل وقد قام الباحث بترجمة معايير كوالتي ماترز، يعني ناس بتشتغل عليها. وفي جامعة الأميرة نورة ناس شغالة معايير كوالتي ماتر، أهي قدامي أهي، يعني الناس شغالة على المعايير بشكل كبير جدا، سواء في الجامعات أو حتى بحوث. واحد بيتكلم على المعيار الاول اهو، حاطط المعايير وناس بتدي فيها دورات والعمليه ايه شغاله. يعني هنا في الاميره نوره حاطين مقرر الحصار، حاطين لينكات في معايير جوده المقررات، حاطين مقياس كوالتي ماتر لجوده المقررات الالكترونيه، بيقول لك اضغط هنا، تضغط عليه بيبدا يحمل معاك المقياس، عاملينه باللغه العربيه بشكل رائع. اسمحوا لي ان انا انقله لكم ويبقى موجود عندنا على الشير بحيث ان احنا نشتغل بيه. اسمحوا لي اشير، انا هبعد كوالتي ماتر البي دي اف. ممكن يا دكتوره زينب طبعا انا اوفر لك اي شيء حضرتك محتاجاه، بس اسمحوا لي اشير لكم بس معايير جامعه الاميره نوره لسه حالا جايبها اونلاين تقريبا. هي انا لسه حاطها على الديسكتوب اهي، دي صوره ستاندرد 1 في جامعة نورة، وهم بيحسوا أعضاء التدريس إنهم يلتزموا بهذه المعايير. مشاركة الآن، هكبر شوية عشان أعرف، تقدر تكبر طبعا حضرتك من علامة التكبير اللي موجودة على اليمين. أيوة أيوة جميل جدا، آدي مقدمة المقرر، آدي معايير كوارت مطر، آدي التسعة الأولانيين بالعربي، وحاطين المهم باللون الأحمر. حضرتكم شايفين معايا عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، دي جامعة تقريبا اهي الأميرة نورة على الشمال اهو. وادي المعايير، ادي المقدمات، ادي مخرجات التعلم، ادي التقييم والقياس، ادي المواد التعليمية، ادي أنشطة المقرر. يعني يا جماعة كل حاجة قدامنا اهو، وقال لك تم ترجمة هذا المقياس من قبل العمادة، احنا مترجمينه وبتصريح من الكوالتي ماتر، يعني الكوالتي ماتر هم اللي سمحوا لهم يترجموه. الامور جميله اهي، اللي عنده مشكله يقدر يجيب ده على طول، يكتب كده في ترجمه معايير كوالتي ماتر بس ويضغط انتر، هيجي له المعايير اهي بتاعت نوره اهي. تمام، تعال هنا عندنا كمان ناس، واحد اسمه محمد يحيى عامل برزنتيشن عن المعايير، واخد كل معيار عامل له برزنتيشن لحاله. الناس شغال على معايير الكوالتي ماتر، شغال عليها جامد. انا نفسي بيني وبينكم شغال عليها، انا جايب ملفات المعايير، الملفات الاصليه الكبيره، وبشتغل عليها وبترجم وبعملها في هيئه زي هيئه تدريب. يعني الناس كلها شغاله. تمام الامور كده، شايفين كلكم يا جماعه المعايير اللي موجوده قدامنا الان، شايفين المعايير باللغه العربيه، قادرين تكبروها بعلامة التكبير. تمام، هو ده اللي انا عايز حضراتكم تشوفوه، وهو ده اللي انا عايز حضراتكم تطبقوه. ده اللي كان موجود باللغة الانجليزية قدامكم، ده بالعربي. كل الجامعات، احنا في جامعة القصيم ما بنفتيش او ما بنقولش حاجة مش موجودة، لا، كل جامعات المملكة العربية السعودية ما شاء الله متقدمة في تطبيق معايير كوالتي ماتر. وديت لو كتبت بس كوالتي ماتر ودخلت عملت بريفيو كده، بس انا قصدي اجيبها لكم بالعربي بحيث انكم تشوفوها وفعلا تتاكدوا ان الجماعه كلها مطبقاها بشكل كامل من غير ما يعدلوا فيها شيء، اهو اخدينها بالظبط. التسعه الاولانيين، الخمسه اللي بعدهم، السته اللي بعدهم، وهكذا. فزي ما انتم شايفين كده الامور، نرجع للبرزنتيشن ونرجع للسلايد اللي كان فيها المعايير. طبعا هي بالعربي اسهل، ولكن دي ترجمه الاميره نوره، فاحنا يعني مش ترجمتنا احنا، يعني مش بتاعتنا، فاحنا البرزنتيشن حاطين في الاصل يعني. وطبعا بتقدر ترجعوا للمعايير. طبعا ادي السلايد زي ما انتم شايفين السلايد امامكم،
ادي كوالتي ماتر، هم اخدت دي مع مترجمينها، تقدروا تدخلوا على الموقع تحملوا المعايير باللغة الانجليزية طبعا، وتبداوا تقدروا تشتغلوا عليها في اي وقت، والعربي بتاعها موجود عندنا هنا عرضه عليكم. دي ترجمة العمادة زمان، وانا جبت لكم برضو ترجمة الاميرة ايه نورة. طيب تعالوا هنا مع بعض نبص كده على مكونات المقرر. لاحظ كل مقرر في ايه. صفحة تبدأ هنا فيها رسالة ترحيب، نظرة عامة، جولة في المقرر، دليل الطالب، نشاط عرف نفسك. لو انت راجعت معايير الاميرة نورة هتلاقي 1 2 3 4 الخمس حاجات دول يحققوا التسع مؤشرات اللي موجودين في المعايير اللي موجودة عندنا. يعني هتلاقي متنطورين، مش لازم يبقوا في المعيار الاول على فكرة يا جماعة. يعني ممكن انت تلاقي ان دي بتحقق لك معيار في النص، متحرك المعيار السابع، المعيار الثامن، المعيار الاول. مش لازم ما تقولش ايه انا فتحت المعيار الاول ما يقليش حاجه على جوله في المقرر. هي مثلا قال لي نشاط عرف نفسك وقال لي رساله ترحيب بس، لا هتلاقيهم متحققين في معايير تانية، ولكن دي المكونات دي اللي بحقق بيها المعايير ككل. دي مهمه جدا ولازم تعرفوها كويس، عشان من اللحظه دي هنبدا نستخدم عملي. يعني انا خلاص يعني ممكن انا بقالي ساعة ونص تقريبا بتكلم، فاضل لنا ساعة ونص كمان في شغل عمل انتوا هتشتغلوه، ولكن عايز الناس تنتبه ليا من الآن. هنا لو تلاحظ في عندك مكونات: رسالة ترحيب، نظرة عامة، جولة في المقرر، دليل الطالب، نشاط عرف نفسك، صفحة دليل الطالب فيها مكونات برضو معلومات المقرر، معلومات المدرس، التقويم، المراجع، السياسات، مكونات الدرس برضو ليها أجزاء: أهداف، محتوى، أنشطة، تقييمات. الدرس بيتكون من 4 أجزاء، شوف كم جزء، 10، 14 جزء، 14 جزء. المفروض يكونوا يعني عندي هنا 10 ملفات، ودول لو في ملف واحد أو ملفين يعني عندي 12 ملف ولا حاجة. تعالوا نبص كده العمادة موفرة لكم الملفات دي فين. اسمحوا لي اشير سطح المكتب. الشاشة بالكامل مشاركة. لو انا جيت كده مع حضراتكم بنتكلم طبعا عن العناصر اللي موجودة قدامنا دي، لو انا جيت كده قدام حضراتكم وفتحت كده البراوزر وكتبت كيو يو يعني جامعة القسيم كيو يو دوت ايديو دوت اس اي، وفتحت جامعة القسيم زي ما انتم شايفين كده، لو دخلت على الإدارة هتلاقي هنا في العمادات، هتجد منها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد تقدر تشغلها. هنا في عندنا الدورات التدريبية، تمام، هنا في الدورات التدريبية وفي الحقائب طبعا. لو في حقيبة اللي هي بناء وتدريس المقررات هي موجودة عندك تقدر تاخدها، في نماذج للمقرر، في ملحق تقني، في كتيب البرزنتيشن بتاعنا والمادة العلمية بتاعتنا موجودة هنا. يبقى الحقائب بناء وتدريس المقررات الإلكترونية، ادي بالعربي وادي بالإنجليزي مفيش مشكلة. تعال نروح بالعربي هتلاقي الملحق التقني، كتيب المدرب لو انت مدرب تقراه، كتيب المتدرب، نصائح للمدرب، نماذج للمقرر. هات كده النماذج دي، افتح كده النماذج هيفتح لك ملف وفي روابط. جميل جدا، يقول لك رسالة الترحيب بالعربي اهي، بالانجليزي اهي. لو انت شغال مقرر باللغة الانجليزية 1 2 3 4 5 الخمس عناصر دول حملهم باللغة الإنجليزية، وغيره وغيره وغيره، حمل كله. لو أنت شغال باللغة العربية حمل باللغة العربية. يعني مثلا أنا عايز رسالة الترحيب، هبدأ أكتب رسالة الترحيب بتاعتي، أضغط هنا على رسالة الترحيب، المفروض يبدأ يحمل معايا، جاب لي رسالة الترحيب هي موجودة قدامي. أقدر إن أنا بقى أخدها كوبي بيست، أقدر إن أنا أداونلود لو في إمكانية الداونلود، أقدر إن أنا دي رسالة ترحيب فاضية فاضية خالص، هي وادي الإيديتور بتاعتها، أعمل فايل داونلود أز وملف وورد أهو، وداونلود فين؟ المفروض الداونلود على سطح المكتب مثلا عشان أشوفها أهو، ورسالة الترحيب، وقلت له سيف، نزلت عندي على سطح المكتب أشغلها. فايل أهو وفي رسالة الترحيب، ممتاز. أنا بقى أجي أكتب هنا بقى اللي أنا عايزه، أقول إيه مثلا، إيه مرحبا مثلا
قواعد انا هقولها لك قدام ازاي تكتب رسالة الترحيب. مرحبا بك عزيزي الطالب مثلا، معك الدكتور عبد الرحمن، معك الدكتور فلان الفلاني، في مقرر كذا اللي هو رمزه كذا وبيدرس في كلية كذا، وكل حاجة، كل الأمور اللي انت عايز تكتبها في رسالة الترحيب، وتظبط الخط مثلا رسالة الترحيب الخاصة بي مثلا ادي الفايل بتاعي ورسالة الترحيب وبقى اوفلاين، اقدر اخد ده بعد كده ارفعه على البلاك بورد احفظ انا عدلته. نفس اللي انا عملته ده في رسالة الترحيب بعمله فين؟ اقفل بقى رسالة الترحيب دي ما عادش لها داعي، اقوم اخد فين جامعة القصيم كان في كيو انا قفلتها تاني كيو يو جامعة القصيم برضو ندخل عشان اللي ما خدش باله، الادارات العمادات التعلم الالكتروني الدورات التدريبية الحقائب بناء وتدريس المقررات الالكترونية النماذج. حملنا اول نموذج اللي هو رسالة الترحيب، نقدر نحمل بقى النبذة، نقدر نحمل الجولة، نقدر نحمل كل النماذج دي. واحد قال لي طب في طريقة تانية للتحميل برضو على موقع العمادة، اقول له تعال هنا روح لتطوير المقررات المستوى الاساسي اضغط عليه، هتلاقي هنا في طبعا معلومات عن الكورس بتاعنا، او برضو على تطوير المقررات تحميل القوالب، ادي القوالب، ادي هي عربي وانجليزي. اذا عندك طريقتين انك تحمل مكونات المقرر المثالي على المستوى الاساسي، عندك طريقتين. الطريقة الأولى زي ما احنا قلنا الدورات التدريبية الحقائب بناء وتدريس المقررات النماذج، هيفتح لك البدا. الطريقة الثانية اروح لتطوير المقررات تحميل القوالب. ادي طريقتين، ده الشكل ده. في الحالتين هتحمل، هنا هيفتح لك الإيديتور في الجوجل درايف، وهنا هيفتح لك ايه ملف تحمله مباشرة، ادي رسالة الترحيب مباشرة تحمل جنب اختها وشغلها هي وورد برضو، بس دي بقى مكتوب فيها بعض النصايح. يعني انت من احسن لك يعني تشوف انت عايز تحمل ايه، عندك واحدة اهي فاضية تكتب فيها، وعندك واحدة فيها نصايح. الفاضية دي اللي انت بتاخدها من الملف البي دي اف، اللي فيها النصايح دي اللي انت بتاخدها من القوالب، تمام؟ وانا هتكلم عن النصائح دي كلها. اذا القوالب دي تقدر ايه تجمعها عندك. تعالوا نرجع مع بعض نقفل ايقاف المشاركة سطح المكتب، ونرجع للبرزنتيشن الخاص بينا. اسمحوا لي كده ارجع للبرزنتيشن. وصلنا للمكونات الخاصة بالمقرر، وعرفنا ازاي نجيب شكل كل مكون. اجيب رسالة الترحيب منين كفاضية او كفي نصايح ازاي اكتبها، النظرة عامة، جولة في المقرر، دليل الطالب، نشاط، عرف نفسك، معلومات المقرر، شكل كل مكون من المكونات دي. احملهم من على صفحة العمادة، بتدخل على موقع جامعة القصيم وتحمل صفحة العمادة، تخش على موقع العمادة هتلاقي في عندك الدورات التدريبية، تخش على دورة بناء وتدريس المقررات هتلاقي في المادة العلمية بتاعتها موجود، في القوالب او المرفقات بتخش تلاقي ملف بي دي اف تحمل منه، او انك تدخل على مشروع تطوير المقررات هتلاقي في قوالب المقرر المثالي بتاعنا هتقدر تحملها. القوالب بتتحمل من المقرر من تطوير المقررات بيبقى فيها نصايح إرشادية، أما اللي بتحملها من الملف البي دي اف بتبقى فاضية إنك تكتب فيها على طول. طيب في الآخر بيبقى عندك مجموعة من الملفات الوورد بالشكل ده، تقدر تفتحها وتعدل فيها
سواء عربي او انجليزي. لاحظ ان في عربي وفي انجليزي، مقررك عربي حمل قوالب العربي واشتغل، مقررك انجليزي حمل قوالب الانجليزي واشتغل. في كل حال من الاحوال انت بتحمل شغلك وبتشتغل عليه. طيب بعد كده بتدخل على الليرنينج مانجمنت سيستم وتستخدم رقمك الوظيفي ورقم الهوية وتبدأ تفتح مقرر وتبدأ تشتغل فيه بشكل مباشر. طب جميل جدا، ممتاز جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض ندي بعض المهارات البسيطة لبناء المقرر. تعالوا ناخدها عملي وبعدين نبقى نقراها. اسمحوا لي ان انا اعمل شيرنج تاني لسطح المكتب. شاهدوا معايا ضروري عشان الحاجة العملية اللي بتفوت بتبقى صعب الرجوع ليها. تعالوا هفتح المقررات الدراسية، كل الناس شايفة كده مقرراتي. تعالوا هفتح مقرر كده عملي، الطلبة يعني مش مهتمية بيه قوي. هنا مقرر زي ده انا حاطط شوية حاجات فيه، كنا اشتغلنا دورة تانية وحطيت فيه رسالة ترحيب، نبذة في المقرر، اشتغلنا يعني اشتغلنا حطينا فيه شوية حاجات كده. تعالوا مع بعض ازاي نقدر ننشئ يعني صفحة هنا. انت عندك ده مقرر، ازاي تقدر تتعامل معاه وتشتغل. طيب في البداية تلاحظ ان موجود عندك ازرار على ايدك الشمال. اول ما انا شغلت الكورس كان شكله كده، مش عارف ازود صفحات، هي الصفحات اللي عندي هي بس اللي موجودة. لاحظ على الشمال كده وضع التحرير ايقاف تشغيل، لا اشغل التحرير، اشغل التحرير عشان يظهر لي هنا علامة زائد اقدر اضيف منها صفحات واقدر اتحكم في الحاجات دي. طيب اشغل التحرير من على الشمال، اضغط عليه كده بس ظهر لي بقى علامة الزائد اهيت، واقدر انشئ مناطق محتوى واقدر اتعامل معاها. انا في البداية عايز انشئ صفحة اللي هي اسمها ابدأ هنا او ستارت هير. طبعا انا عندي ابدأ هنا كنت مطبقها مع ناس قبل كده، تعالوا نتجاهلها خالص واقول له انشاء صفحة فارغة اهو، واقول الصفحة دي اسمها ابدأ هنا 2019 2018. ابدأ، اكتب ستارت هير لو انت عايز تشتغل انجليزي، ابدأ هنا 2019 عشان اميزها بس، خليها متاحة للمستخدمين واقول ارسال. هيظهر لك هنا صفحة اسمها ايه، ابدأ هنا 2019، فاضية اهي مفيش فيها اي شيء، مفيش فيها اي حاجة، صفحة فاضية قدامك موجودة هنا عادي، صفحة فارغة أقدر أكتب الجداول بتاعتي ورا بعض فيها. يعني أنا عندي هنا جدول وليكن في رسالة الترحيب دي، كنترول A كنترول C أخده كوبي وبيست، أجي هنا كنترول V بس كده تتحط معايا رسالة الترحيب. عندك الملف التاني الأولاني كنترول A كنترول C، ده أو ده يتاخد معاك كوبي وبيست على هنا، حطه تحتيه كده أهو، انا باخد الجدول. فرقت معاك في الصورة او الرمز اللي موجود هنا، تقدر في اي وقت تقف في الجنب ده وتضيف الصورة من موجودة من مخزون الصور اللي عندك، وليكن انك تعمل ادراج صورة واعمل استعراض من جهاز الكمبيوتر واختار اي صورة انا اكون مجهزها، وليكن الصورة ديت مثلا هي مش دي ولكن انا بقول هي، وليكن هي دي الصورة بتاعت الاتنين اللي بيسلموا على بعض، اقول له موافق، هتقوم محطوط عندك الصوره على اليمين زي ما انت شايف اهو. يبقى ادي صوره، ادي صوره اقدر اتعامل معاها. لو الصوره ما اتضافتش معاك اقدر ادرجها بالشكل ده، ادراج صوره. اذا ادراج صوره وادي الكتابه واقول ارسال، هتشوف شكلهم الاثنين. تم بنجاح، اقفل وضع التشغيل ده. ادي رساله ترحيب اللي لسه عاملها حالا حالا موجوده عند الطالب، وادي الجدول اللي قبلها. يعني عن طريق صفحه فارغه اقدر اضيف الحاجات دي فوق بعضها فوق بعضها في نفس الصفحة. هل ده اللي معمول قبل كده في ابدأ هنا القديمة؟ ابدأ هنا لا، هنا ابدأ هنا كان بلوكات غير بعض، كانت عناصر. اما ابدأ هنا اللي انا عاملها معاكم كانت صفحة واحدة. طب واحد يجي يقول لي طب يا دكتور عبد الرحمن انا مش عايز صفحة واحدة كده، انا عايزها زي يبدا هنا القديمه دي، بلوكات، بلوك هنا مقفول وبلوك تاني مقفول وبلوك تالت. اقول له بسيطه، الاول احنا عملنا صفحه فارغه، لا ارجع وضع التحرير، هنقول هنا انشاء، عندنا هنا في امور تانية اقدر اشتغل عليها زي منطقه المحتوى اللي اقدر اضيف فيها العناصر. اذا عندك صفحه فارغه ومنطقه محتوى، عندك اتنين، صفحه فارغه ومنطقه محتوى،
دول موجودين عندك. طب لو رحت للصفحة الفارغة وخلاص، هو وضع التحرير بقى بتاعها كده تبقى مفتوح عندك على طول، تعملها ارسال يعمل الحفظ وتبقى مفتوحة، لازم تقفل المعاينة عشان تشوفها. طب انا بقول الاتي، خلاص عايز انشئ منطقة محتوى، كليك يمين منطقة محتوى واسميها ابدأ هنا 2019 2، ابدأ او اخليها 2020 عشان اميز ما بينهم، ابدأ هنا 2020 اهو، متاح للمستخدم، متاح ارسال، جميل جدا. دي 2019 صفحة واحدة فارغة والجداول تحت بعضها، اهم حاجة يبقى زي دكتور العزازي كده، ابدأ هنا ادي تحت بعضهم، تحت بعض صفحة واحدة فيها تحت بعض. او ان انا اعمل ايه، ان انا اجي استخدم بلوكات غير بعضها، عناصر غير بعضها. تعالوا نروح كده نشوف، ادي صفحة 2019، ادي صفحة 2020، اروح عليها منطقة محتوى ما فيش فيها مشكلة عندي، اجي اعمل هنا انشاء عنصر. دي حاجة، دي طريقة ودي طريقة. طريقة ان انا اعمل صفحة فارغة واحط كل الجداول فيها تحت بعض كأنه ملف وورد واحد، وطريقة تانية ان انا اعمل منطقة محتوى وانشئ فيها عنصر رسالة الترحيب. كل واحدة بقى اعملها لحالها، رسالة الترحيب، واخد الكوبي وبيست من رسالة الترحيب بتاعتي وليكن ديت، اقوم حاطط بس ايه رسالة الترحيب هنا لحالها، وحط الصورة بتاعتها واطمن وكله تمام، واقول ارسال. بقى بلوك واحد اهو. عايز تضيف بلوك تاني، انشاء التقويم، انشاء معلومات الاستاذ، تحت بعض، هيبقوا تحت بعض، تقدر ترتب ما بينهم، هيبقى زي الدكتور العزازي هنا ان هو بلوكات منفصلة، او زي الدكتور زميلنا الاخر هنا عامل مش بلوكات منفصلة، هنا عامل زي صفحة فارغة واحدة شغال عليها. نعمل بس كده ايقاف ونشوف نتأكد هو عامل ايه. لا عامل بلوكات الدكتور برضو، بانت لما انا فتحت التحرير، ادي بلوكات اهي تحت بعض، تحت بعض. الدكتور العزازي بقى عامل ايه، بلوكات برضو، نشغل التحرير ونشوف. بلوكات تحت بعض، عشان كده اقدر ارتبهم، اقدر اشد ده فوق وده تحت. نرجع عندنا هنا، انا برضو بلوكات، بلوكات اهي اهي. يبقى اذا لو عايز نظام البلوكات او العناصر، يبقى تنشئ منطقة المحتوى وتحط جواها عناصر، مع اعتبار ان نبدا هنا عنصر، وان دليل المكرر عنصر، ودي جوله في المكرر عنصر وخلافه. طيب في طريقه تانية، ان افتح صفحه فارغه واحطهم كلهم زي نظام 2019 جداول تحت بعضها. هل الامور واضحه عند الزملاء؟ يدوني كده فيدباك، هل الامور واضحه عند الزملاء؟ واضحه تجيب الملفات دي منين؟ واضحه تفتح الوورد وتعدل فيها؟ واضحة انك تحط تنشئ صفحة ازاي، وغير انك تنشئ صفحة انك انت بعد ما تنشئ الصفحة دي تحط فيها القالب بتاعك، بحيث ان في النهاية تقدر توصل للشكل بتاع دكتور محمود العزازي، تقدر توصل للشكل بتاع دكتور محمد الجاسر، وبالتالي نقدر نطور مقررنا بشكل مثالي. طب تعالوا نبص مع بعض على شكل المقرر المثالي بعد ما تنشئ الصفحات بتاعتك، هيكون شكله عامل ازاي. تعالوا نفتح كده مقرر من المقررات المثالية، ماشي، نفتح كده المقررات ونشوف كده مقرر مثالي. ما هو جاي معايا برضو من غير صورة يا دكتورة، جاب بالجدول يا دكتورة عجمية، جابت جدول من غير صورة. بقف انا بقى واجيب الصورة دي، هعلمكم ازاي تجيبوا الصور دي، يعني غالبا الصور اللي بنعمل لها ابلود كده في الكورسات وبنشتغل عليها، مفيش مشكلة، اهم حاجة جاب الجدول بشكل مبدئي، يعني الصور دي امرها هين وسهل هنشتغل عليها مفيش مشكلة. طيب جميل وكويس يا دكتورة، كويس قوي يا دكتورة انك جربتي، انا لسه هخلي الكل يجرب دلوقتي وينقلوا لي خبراتهم، المشاكل بتاعتكم ايه اثناء التجربه، عشان اللي عنده مشاكل احاول احلها له قبل ما يمشي اليوم في الساعه الباقيه، يعني اخليكم تجربوا ربع ساعه، مش هبعدكم بعيد عني وقت طويل، اخليكم جنبي بحيث ان ايه
نقدر نديكم فيدباك، عشان بحكم ان انتم في الاصل بعاد تعلم عن بعد او التدريب عن بعد، فاديك مثلا ربع ساعه انك تطبق مهارات محدده وترجع لي ناخد فيدباك كلنا مع بعض، حتى اللي كمل او ما كملش لازم يرجع يديني الفيدباك بتاعه، بعد كده اديك مهاره تانية وهكذا 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 لحد ما ايه نوصل ان الجميع يقدروا ينشئوا مقرر مثالي عندهم. طب تعالوا مع بعض هنا، بصوا كده معايا في شكل المقرر مثالي. تعال نشوف كده، انا عندي مقرر مثالي هنا في جامعة القصيم باللغة العربية ومقرر مثالي باللغة الإنجليزية. عندي هنا مقرر مثالي باللغة العربية، مقرر مثالي من جامعة القصيم باللغة الإنجليزية. انا عايزك يا دكتور في الدكتورة في الاخر تعملي صفحة تبدأ هنا بالعناصر دي، وتدخلي هنا برضو صفحة دليل المقرر بالعناصر دي. واحد يجي يقول لي طب العناصر دي انا هعرفها ازاي؟ اقول له لا، ما هي في النموذج واضحه. ابدا هنا اهم، حمل ده، حمل ده البي دي اف اللي احنا شفناه في الحقيبه. ادي عناصر، ابدا هنا، حط دول في ابدا هنا. ادي دليل المقرر، حط دول في دليل المقرر. تعالى على الدروس، انشا صفحه الدروس الاساسيه واستناني كده كده عشان هشرحها، والشرح فيها ممتد لبكره. انما اللي يهمني اليوم، لا يجب على كل متدرب قبل نهاية الجلسة دي، تعالوا نرجع للأهداف بتاعتنا بقى، ما كل حاجة مربوطة ببعضها. في الأهداف بتاعتنا وليكن، بلاش من هنا عشان ده إيه مش واضح للناس. حاضر يا دكتورة، حاضر حاضر يا دكتورة منى. نفتح بس جدول الأعمال الخاص بينا. جدول الأعمال بنقول الآتي، الجدول الأعمال بتاع حضراتكم لنا أهداف إنكم تصمموا صفحات، إنكم لازم تعمل صفحات بشكل يدوي، إنك تحمل القوالب وإنك تبدأ تصمم صفحة تبدأ هنا ومعلومات المقرر بكل محتوياتهم، ده مهم جدا. وفي الآخر إنك تفهم يعني إيه صفحات الدروس والمناقشات والإعلانات، يعني تصمم الصفحات الرئيسية. يعني هدفنا الآن إنك تنشئ صفحة ابدأ هنا بمشتملاتها اللي هم موجودين في ملف البي دي اف، تصمم صفحة معلومات المقرر بمشتملاتها، تعمل صفحة الدروس ولو حتى فاضية خالص وتسيبها لي، تعمل مناقشات درجات الطلاب والإعلانات. أنا بس في حاجة ما شرحتهاش، يعني انا شرحت لك نموذج الان، يعني شرحت لك نموذج ازاي تعمل صفحة تبدأ هنا وازاي تحط فيها الرسالة الترحيبية بشكلين، بشكل اللي هي الصفحة الفارغة وشكل منطقة المحتوى. في حاجة انا ما شرحتهاش، ازاي اعمل لك هنا رابط بأداة، يعني اللي انا طالبه هنا انك تعمل درجات الطلاب والمناقشات والاعلانات فصول افتراضية، ازاي تعمل هنا رابط بأداة، مهم جدا ان انا اوضحها لك. لو قلت برضو زائد اضافة، انت اخدت معايا منطقة المحتوى والصفحة الفارغة، في عندك رابع واحدة ارتباط اداة. دي بقى لما انا اقول لك اعمل مناقشات للطلاب منها، لما اجي اقول لك اعمل افتراضية منها، انك تعمل لينك الاداة ان الطالب يعرف درجاته. طب تعالوا نشوف، ادي ارتباط باداة، انت عايز تعمل فصول افتراضية لطلابك، تعمل بس الفصول الافتراضية، الفصول الافتراضية 2019، اربطها بايه؟ افتح القائمه المنسدله دي، اختار البلاك بورد كوربريت الترا، جميل جدا، بس متاح للمستخدمين، ارسال اهو، ممتاز جدا جدا جدا، تيجي تضغط عليه يشغل لك الكوربريت الترا اهو. يبقى تنشئ جلسه لطلابك ويدخلوا هنا يلاقوا الجلسات زي ما انت بتعمل في التدريب بالظبط. طب عايز تعمل مناقشات لطلابك، زود اضافه ارتباط اداه منتديات الطلاب، يعني معذرة في التدقيق اللغوي، منتديات الطلاب، بفتح النوع وانزل بقى. انا هنا فين يا دكاترة؟ على المناقشات، لوحة المناقشة اهو، جميل جدا، جميل، متاح، ارسال. انا كده بقى عندي منتديات الطلاب، اجي اعمل هنا بقى اشوف، انا جالي اهو جاب لي لوحة المناقشة بتاعتي فيها ثلاث اربع منتديات موجودة عندي، ربطتها بالمنتديات اللي موجوده داخل المقرر، وبالفعل في منتديات عندي، عشان انا عندي رابط تاني للمناقشات اهو، هو جابهولي الحمد لله، منتديات الطلاب، ولو كان فاضي كان هيبقى فاضي.
طب عايز الطالب يعرف درجاته او اي حاجه، ارتباط اداه، انت بقى ابدع ابدع، افتح كل الانواع وشوف. الاعلانات مهمه جدا، ما انا قلت لك احنا بنقيم التدريس بالاعلانات، البريد الالكتروني، تقويم، مدونات، اليوميات، درجاتي مهمه جدا، درجاتي للطلاب، المجموعات، الويكي اللي انت بتستخدمه. انا انصحك باستخدام الاعلانات، اولا انصحك باستخدام البلاك بورد كولبريت ارترا عشان الفصول الافتراضيه، انصحك باستخدام الاعلانات عشان تبقى في رسائل اسبوعيه للطلاب، انصحك باستخدام البريد الالكتروني، انصحك باستخدام درجاتي عشان الطالب يعرف درجاته لما يخلص النشاط يعرف درجاته فيه، اعتقد ان كمان لوحه المناقشه مهمه جدا، والمجموعات. انا هنا بستفيد من المجموعات في البحث العلمي. طبعا كلكم دكاتره وكلكم بتعملوا بحوث، ممكن تعمل بحوثك ده على البلاك بورد وتقسم العينه بتاعتك هنا لمجموعه واحد، مجموعه اتنين، مجموعه ثلاثه. في امكانيه هنا ان انا اقدر اعمل مجموعات على البلاك بورد، ان انا مثلا طلاب الشعبه دي اقسمهم على 4 مجموعات، وكل مجموعه اقدم لهم محتوى الطلاب دول فقط هم اللي يشوفوه، وبالتالي اقدر اطلع نتائج مقارنات ما بين الطلاب. وانا سالت المهندس، جميله دكتوره، جميله دكتوره امال، بس طبعا البريد الالكتروني يعني غالبا غالبا الطلاب ما بيستخدموش كتير، بس هو مطبق، ولو في اي مشكله في الدعم الفني بنرجع للدعم الفني نقول له البريد ما بيوصلش ليه. انما في الاصل احنا بنستخدم الادوات اللي انت محتاجاها على المستوى الاساسي. لو تلاحظي يا دكتوره امال احنا محتاجين ابدا هنا، ودليل المقرر والدروس والاعلانات، الاربعه دول اهم حاجه. اي حاجه تانية هتضيفوها زي فصول افتراضيه وغيره من عندكم، بس المناقشات برضو رقم 5. لا لا لا، المناقشات مهمه جدا، المناقشات يا دكتوره امال. يبقى في 5: اعلانات ومناقشات وال3 صفحات اللي فيهم المحتوى، غير ذلك هو اضافه منك انك تضيف بريد الكتروني، تضيف فصول افتراضيه، تضيف كل ده على المستوى الاساسي، يعني ما بنستخدموش قوي. طيب يبقى كده الدكتوره منى كانت بتسالني، انا عايز اعرف المكونات او عايز اشوف مقرر لاستاذ اخر اللي اطلع عليه. هو بس دي فيها صعوبه شويه، لو انا بس اخد رقم حضرتك الوظيفي، بس طبعا هتبقى عمليه مرهقه ان انا اضيفكم على المقرر المثالي تبصوا عليه كطلاب، بس ما فيش مشكله عندي، لو بس تكتبوا لي وانتوا شغالين كده اللي عارف يبدا يشتغل. انت احنا كده عرفنا نجيب الحاجه منين، وعرفنا ننشئ الصفحات ازاي. انا في الاخر عايز الاستاذ كل واحد منكم لما يعمل لي برنت سكرين الاقي عنده الرئيسيه، تحتها ابدا هنا، تحتها معلومات المقرر، تحتها اعلانات، تحتها الدروس، تحتها المناقشات. 5 حاجات فقط. عايز تزيد زيد، لما اجي افتح واحده منهم الاقي الجداول مترصصه بتاعت ايه، ابدا هنا الجداول. طب تعرف محتوى الجداول منين؟ موجوده معاك، لسه فاتحها لك اهو، النماذج. يبقى ده في ال5 جداول دول، ده دليل مقرر في ال5 دول، وهكذا. الدروس، صفحه الدروس تحط فيها الدروس بس، ما تحطش ايه، ما تعملوش خريطه التعلم. خريطه التعلم دي ميعادها بكره، ما فيش شغل على خريطه التعلم اليوم، اخركم معايا الدروس النهارده. فدلوقتي مع فاضل ليش غير ساعه لازم تشتغلوا عملي ولازم اتابعكم. هنا في امكانيه في البلاك بورد، وهقفل بس شيرنج المشاركه، في امكانيه في البلاك بورد زي ما انا بعمل لك شيرنج للصفحه اقدر اشوف صفحتك طبعا يا دكتوره امال، بس الاستاذه مشاعل، الدكتوره مشاعل، بس الدكتوره مشاعل تساعدنا وتديك الدعم الفني ان انا اشير صفحتك. يعني انا اهو انت قدامي، يعني انا انت قدامي اهو. طيب انا عايزين نديك صلاحيه انك تشير صفحتك، الصلاحيه ديت موجوده هنا في اليوزر. استاذه مشعل بس تفيدنا، دكتوره امال اهو، تعيين كمنسق. ممكن اعينك كمنسق وتشتغل انت، صح يا استاذه مشعل، ولا حضرتك راي تاني، او انت يعني تشوفي هتعملي ايه؟ تعيين كمقدم. تعيين كمقدم، تعيين كمقدم. طيب ما تعرض لنا، انا هعملك كمقدم اهو، اعرض لنا اهو، تعيين كمقدم. يلا انا عملت لك كمقدم تقريبا، صح يا استاذه مشاعل كده كمقدم، هي تقدر تعرض لنا سطح المكتب الخاص بيها. تمام، انت كده كمقدم يا دكتوره امال، اشتغلي كده ورينا، شيري لنا سطح المكتب. بتشيري منين؟ ايوه تمام، شايفه تحت عندك الشات والاعضاء، وفي حاجه عامله زي الترس قبلها، سهم كده، سهم لليمين، صح كده يا دكتوره امال؟
السهم ده تضغطي عليه عندك مشاركة التطبيق أو الشاشة، تضغطي على مشاركة التطبيق أو الشاشة وتقولي له الشاشة كلها، وهتبدأي تعرضي لنا شغلك ونقدر نشوف اللي انت شغالة. صح كده وسام مشاعل؟ على العموم انتوا بتبدأوا عمل الآن، احنا تمام. أسامة شاعل أكدت على المعلومات اللي أنا قلتها لحضرتك فيما يخص إن حضرتك هتعرض لنا شغلك. طيب مين يا جماعة بدأ يشتغل وعايز فيدباك مننا بعد الدكتورة أمال، بحيث إن أنا أديك ميزة مشاركة العرض أو تعرض لنا شيء، بحيث عايزين نبقى تفاعلي. لا مش الترس، اللي قبل الترس اللي قبله على اليمين، اللي هو صفحة كده فيها سهم، صفحة فيها سهم يا دكتورة. ما عندكيش مقررات؟ طب هتشتغل ازاي يا دكتورة؟ لا ما هو ما عندكيش مقررات، يبقى يعني في البلاك بورد ما عندكيش مقررات؟ معقولة؟ لا ما هو كده يبقى مش هتعرف تشتغل التطبيق. الأصل إن كل أستاذ بيشتغل على المقررات الخاصة بيه. طب يا دكاترة، هل حد من الزملاء التانيين عنده دكتورة أمل؟ دكتورة أمل إسماعيل ما عندهاش مقررات، يبقى دكتورة أمل، أنا آسف، دكتورة أمال عندك مقررات مشاركة المحتوى؟ اضغطي بس على مشاركة المحتوى اللي هي الصفحة اللي عليها سهم، بحيث اللي يبدأ يخلص. طبعا أنا هديكم فرصة برضو تشتغلوا، عشان أنا ما بقاش عمال أتكلم ومعارض وقتكم، بس أتمنى إن وأنتوا شغالين حد يديني شير. بتدرسي دفعات لسه ما دخلوهم النظام؟ طيب دي مشكلة بقى عند النظام دي، الحمد لله بقى برانا احنا في التدريب. طيب يا دكاترة، مين هنا شغال ويعرف يشير لسطح المكتب انه هو شغال، نعمل العرض بتاعه وانا مش هتكلم، مجرد بس بنعرض شغله على الحضور وهو شغال. احنا عايزين يعني برضو ندي الكورس او التدريب حقه، يعني الناس تبقى شغالة عملي وبتعرض لنا. لا مش هتضيفي عناصر اضافة محتوى، اضافة مشاركة المحتوى. استني يا دكتورة رحاب، لو انت عايزة تشتغلي هتضيف دكتورة رحاب كعارض. دكتورة رحاب اهي، تعيين كمقدم. ماشي، انت كده يا دكتورة رحاب تقدري، ونخلي الدكتورة أمال دلوقتي كمشارك، ولا نسيبها ايه، نشوفها الوضع هيبقى واصل لفين دلوقتي. انت كده كمقدم يا دكتورة رحاب، لو ضغطتي على مشاركة المحتوى هتلاقي في عندك مشاركة التطبيق او الشاشة. تضيف ازاي؟ طب ما تفرجينا كده بتشتغلي ازاي، وانا اقولك تضغطي فين. يلا اعرضي لي كده، اعرضي لي انت بتشتغلي ايه، وانا اوجهك فيس تو فيس قدام الناس كلها. انت كده يا دكتورة رحاب معاكي صلاحية انك تعرضي. اعرضي كده على الشاشة لينا كعارض، انك تروحي على مشاركة المحتوى، مشاركة التطبيق او الشاشة، وشيري لنا الشاشة كده، وانا اشرح لك تضيفي ازاي عملي. اللي انا قلته نظري ده اقوله لك تاني وانت شغالة قدامي كده وانت ماشية بالماوس. المساحة، الساعة اللي باقية لنا دي ساعة تفاعلية على البلاك بورد، مش عارفة تدخل ازاي. طيب يا دكتورة انت بس شيري لنا سطح المكتب واحنا نوجهك. يعني حد، بس احنا عايزين، مش عايزين نشير. ايوه في حد شير. طب مين اللي مشير لنا ده؟ مين؟ الفيزياء. خلاص كده محدش يشير يا جماعة، احنا كده ملتزمين بالفيزياء اللي قدامنا. خلاص دكتور رحاب، كده نوقف بقى مؤقتا دكتورة أمال، وتعيين كمشارك بس. سامحينا دكتورة أمال، تابعوا معايا الدكتورة رحاب يا جماعة. الدكتورة رحاب ما شاء الله هيت فاتحة البلاك بورد،
وتابعوا كده الدكتوره حابه تعمل ايه. اول ما فتحت هي ما شاء الله عليها ما اشتغلتش في المقرر قبل كده، المقرر فاضي معاها مقرر الكتروني فاضي اسمه الفيزياء الحيويه، المقرر دوت زي ما الجامعه اديته لها هو موجود. ما تتحركي يا دكتوره رحاب كده بالماوس، انت واقفه كده على ايوه كده، اضغطي على الصفحه الرئيسيه، عندها صفحه معلومات، عندها صفحه المحتوى. شايفه يا دكتوره رحاب علامه الزائد اللي فوق اسم المقرر اللي على اليمين؟ بصوا يا جماعه معايا اهي، الدكتوره رحاب راحت على علامه الزائد. دكتوره رحاب شغاله معايا تفاعلي، لو ضغطتي على علامة الزائد يا دكتورة رحاب تقدري تنشئي صفحات اللي هي، بس ما تختاريش دلوقتي، زي اللي موجودين عندك. عندك هم الاثنين، منطقة المحتوى والصفحة الفارغة، اختاري اللي انت عايزاه. لو عايزة صفحة فارغة يبقى جداول هتبقى تحت بعض، لو منطقة محتوى هيبقى نظام بلوكات وتقدري ترتبيها بسهولة. انا اقترح منطقة المحتوى. ايوه كده تمام. عايزة تبدأ ابدأ هنا، انت عندك صفحة اسمها ابدأ هنا وصفحة تانية اسمها ايه الكورس جايد اللي هو الدليل. ايوه ابدا هنا تمام، متاح للمستخدمين تمام يا دكتوره، ارسال. كلنا نتابع الدكتوره يا جماعه، كلنا نتابع الدكتوره رحاب بتشتغل تفاعلي قدامنا وانتوا شغالين، اللي يتابع يتابع واللي عارف يشتغل يشتغل. ادي انشات صفحه اسمها ابدا هنا، اوقفي عليها يا دكتوره رحاب. ممتاز، الصفحه فاضيه. جهزتي القالب؟ جهزتي قالب الترحيب، رساله الترحيب؟ ايوه برافو برافو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت بدات تكتبي انت اهو، طيب كان دي الرساله، كانك كتبتي كوبي. ممتاز يا دكتوره تمام، كوبي. اذهبي بقى الى هناك الى البلاك بورد قدامنا اهو، الفيزياء الحيويه، انشئي بقى. لا 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 ما تجيش جنب الوضع التحريري، انت ما زلت في وضع التحرير. اذهبي الى انشاء المحتوى عنصر. ايوه تمام يا دكتوره، انشاء المحتوى اول اختيار عنصر. هنا اكتبي بقى رسالة الترحيب او الرسالة الترحيبية، اديها اسم، ادي اسم للعنصر عشانك شغالة باللغة العربية. لو شغالة باللغة الانجليزية كنت من الاول حملت قالب انجليزي وسملتها ويلكم مسج. ايوه اعملي بيست بقى لاسك، لا مش بالاختصارات، كنترول في، قولي اوكي كنترول في، كنترول واستمرار الضغط على كنترول ثم اضغطي على في. ايوه كده يا دكتورة، اضغطي على ارسال عشان كده نعمل معاينة. زر ارسال تحت على الشمال. ايوه هي دي الشكل رساله الترحيب يا دكتوره اللي انت كنت مجهزاها. دلوقتي احنا عندنا مشكله يا دكتوره، اسمحي لي احلها معاكي، وان انا عايز اعدل رساله الترحيب ديت. لا استني يا دكتوره ما تستعجليش، ما تنشئيش محتوى تاني ولا حاجه، نظبط رساله الترحيب وبعد كده هنخش في البند رقم 2 اللي هو ايه اللي بعد رساله الترحيب عندنا في ملف البي دي اف على طول، اللي هي نبذه عن المقرر. خلينا الاول في رساله الترحيب. شايفه السهم اللي تحت اللي جنب كلمه الرساله الترحيبيه اللي بالاسود؟ ايوه اضغطي عليه علشان افتحها في وضع التحرير. عندك اول حاجه تحرير، ايوه كده كده اللي انت كنت قفلتيه فتحتيه تاني. انزلي كده لتحت شويه يا دكتوره، ثانيه اقف يا دكتوره. شايفه المؤشر بتاع الماوس كان واقف عند كلمه كلمات زيرو، في سهم كده في الكورنر ثلاث شرط على اليمين، الريحه على اليمين يا دكتور. ايوه اسحبي كده، ايوه وسعي شويه، ايوه ايوه انزلي كده، اي بس كده كفايه قوي كده، اطلعي فوق سنه كده عشان نعرف نشتغل. ما تدوسيش على الزرار الاسود اللي بيظهر لك ده، بيخفي اللي على اليمين. انت ناقصنا هنا صوره يا دكتوره، لو ضغطتي في الحته الفاضيه اللي على اليمين دي كليك شمال، اضغطي الاول في المكان اللي هتحطي فيه الصوره. انت كده رايحه تضيفي الصوره من غير ما توقفي، ايوه كده وقفي اول. اضغطي على ادراك صوره، لو انت هتفتحي فولدر في صور خاصه ما فيش داعي، لو صور عاديه شغل وكلام من ده خلاص. استعراض الصور، استعراض من جهاز الكمبيوتر، لا من جوه المقرر ما حطيتيش حاجه، ده المقرر لسه فاضي. وانت ادرى بقى بالفولدر اللي هتستخدميه، ايوه هات اي صوره من دول يا دكتور، كلها صور علميه. صورة رسالة ترحيب، احنا عندنا رسالة في ملف الوورد، تحبي اعلم حضرتك تاخديها ازاي؟ تاخدي الصورة من الملف في الوورد، علامة الايدين اللي بتسلم على بعض، وتحطيها هنا على الديسك توب عندك. اسمحي لي يا دكتورة كده افتحي ملف الوورد وانت واقفة هنا، ما تقفليش ما تقفليش، روحي افتحي ملف الوورد اللي فيه الصورة. ايوه وقفي على الصورة دي بس، كليك شمال على الصورة. ايوه سيف از بيكتشر، لا 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 ايوه اطلعي فوق اهي، سيف از بيكتشر. شايفه يا دكتوره اللي تحت المؤشر؟ برافو يا دكتور،
انت كده بتقولي سيف اس بيكتشر، احفظيها فين؟ مع البيكتشر او على الديسك توب، سميها الترحيب. انت كده بتاخد الصوره اللي كانت ضايعه منك. جميل يا دكتوره، كده تفاعليا بتطبقي معايا واخترناك كمثال اهو معانا. الصوره دي بقت موجوده، ارجعي استعراض من جهاز الكمبيوتر. جميل، روحي بقى على الصوره اللي على الديسك توب الترحيب. فين هي؟ فين هي ترحيب بين جهه؟ هاتيها، موجوده تحت شويه تقريبا. فين هي؟ ايوه هي موجوده، تمام، ادراج. يبقى كده عرفتي تاخد الصور من ملفات الوورد. اوكي موافق، جميل جدا. خش جنب كلمه دكتور رحاب، كان عند كلمه رحاب كليك شمال بعد البه عند كلمه دكتور رحاب اللي... ايوه لا لا دي انت كده كليك يمين شمال. ايوه اضغطي مسافه. لا يا دكتوره إيه اكس، ما تضغطيش يمين، بقول شمال. ايوه بس إيه، خدي مسافه بقى. فين المؤشر؟ ايوه اكتبي بقيت اسمك بقى يا دكتوره. ايوه جميل 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 يا دكتوره. الدكاتره طبعا كلهم شغالين. انا اخدت الدكتوره حب كان مزاجا عشان هي شيرت لي على طول وبدانا نشتغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دكتوره حب احمد فؤاد ترحب بكم اعزائي الطلاب. ايه رحب بالطلاب، في مقرر، في مقرر كذا 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 بكليه كذا والقسم العلمي كذا، يعني عرفت الطلاب مجموعه من المعلومات، اسم المقرر، الشعبه، اعزائي الطلاب مقرر الفيزياء الذي يتم تدريسه بقسم كذا بكلية كذا، يعني الرسالة الحماية تبقى كاملة. نقدر بقى تقول للطلاب انت يعني بتأملي منهم ايه، وأأمل منكم المشاركة الفعالة وكده. اعملي رسالة كفاية كده، حضرتك عرفت الوضع يعني. ممتاز، جميل جدا جميل جدا يا دكتور. ادي الرسالة الترحيبية البلوك بتاعها. انت تقدري الآن تنشئي جوله في المقرر. شوفي بقى هتشتغل البلوك التاني ايه، افتحي لي ملف البي دي اف كده اللي انت حملت منه الملفات يا دكتوره اللي في موقع العماده. ايوه اذهبي الى موقع العماده، شايفه انت حملت الرساله، ادي النبذه، ادي الجوله. طب هتيجي تقولي لي ابدا هنا حتى ايه، حتى كسر الجمود، يعني الرساله والنبذه والجوله والدليل وكسر الجمود، الخمسه دول هيتحطوا فين؟ هيتحطوا في ابدا هنا. إرشادات وتقويم ومصادر ومعلومات المدرس يتحطم فين؟ في الصفحة التي تليها. وعشان برضو تريحي نفسك يا دكتورة ارجعي للبي دي اف، هتلاقي فيه الترتيب كامل، البي دي اف اللي انا كنت عارضه من الحقائب. واللي عايز يشتغل انجليزي يشتغل انجليزي يعني. ايوه الدورات التدريبية يا دكتورة، الدورات تالت، لا لا الزرار اللي على اليمين التلاتة. ايوه الحقائب، بناء وتدريس المقررات، نماذج، هيفتح لك بي دي اف في التقسيمة، ابدأ هنا فيها دول، دليل المقرر في دول، ودي لينكاتهم وروابطهم. انزلي كمان يا دكتورة، بس انا مش عايزكم غير تعملوا لي ابدأ هنا ودليل المقرر وصفحة اسمها الدروس فيها درس واحد بس، ما خريطة التعلم لا. برافو يا دكتور رحاب، انا شاكر جدا لجهدك وشاكر جدا انك تفاعلت معايا وكنت سبب من أسباب نجاح هذا الجزء في التدريب، إنك تفاعلتي وفعلا أنت حاضر عشان تستفيدي. مش ممكن حد بيفتح الجهاز ويسيبه واللي يهمه الشهادة، لا أنت فاتحة عشان تطبقي، وده أحترمه جدا في سعادتك وشاكر جدا ليك. طيب هل في حد من الزملاء يحب يورينا شغله زي دكتور رحاب؟ أرجع لدكتورة بقى أمال، ولا دكتورة أمال مش جاهزة؟ انا عايزك بس يا دكتوره رحاب اقفل لك الشير بقى، ولا تقفليه انت زي ما تحبي وتكملي عشان في نهايه اليوم تعرضي لنا الناتج. اقفلي انت بقى الشير يا دكتوره كده. دكتوره رحاب اخدت وقت انت كده كويس وتمام. شكرا جدا 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 لتفاعلك معايا وكونك احد اسباب النجاح في هذا التدريب. نرجع للدكتوره امال. دكتوره امال شكرا يا دكتوره نوره، ربنا يخليك يا رب. بس هل تحبي زي ما الدكتورة رحاب عرضت واستفدت من التفاعل معاها كده تعرضي يا دكتورة نورة؟
يعني نتمنى يعني العرض من الجميع، وانت تشتغلي معانا بقى في الدليل يعني في الكورس جايد. بس نسأل الأول دكتورة أمال بس عشان ما تزعلش، عشان هي المفروض كانت معانا في البداية. لست جاهزة. ماشي يا دكتورة نورة، جهزي كده وظبطي، وأهم حاجة في خلال اليومين دول الناس تعرض. نرجع لدكتورة أمال. دكتورة أمال جاهزة ولا نأجل؟ دكتورة أمال هاجي لك يا دكتورة دعاء، كويس إنك قلتي لي أهو. دكتورة أمال نأجل، نروح بقى لدكتورة دعاء، هي طلبت الإرسال. أنا هديكي حالا يا دكتورة دعاء صلاحية إنك تشيري لي سطح المكتب، وزي ما دكتورة رحابة عملت أنت هتعملي ونشوف شغل حضرتك. نروح كده عند الحضور، وممكن الدكتورة أمال بس تخدع الدكتورة الأستاذة مشاعر على الخاص وتسأليها بعض الأسئلة، ممكن ترشدك إزاي تشتغل يعني في الجزئية دي. أكون أنا خلصت مع الدكتورة إيه؟ أرجع بس أخد الصلاحية من الدكتورة رحاب، ونروح للدكتورة اللي طالبة معانا، دكتورة دعاء رزق. دكتورة دعاء رزق نديها صلاحية العرض، تعيين كمقدم. كده أنت معانا، معاك الصلاحية يا دكتورة دعاء. تقدري يا دكتورة دعاء تذهبي على مشاركة المحتوى وتشاركي، اعملي مشاركة التطبيق أو الشاشة، وتبدأي نتفرج مع بعض على شغل حضرتك، ولو محتاجة حاجة أديكي فيدباك زي ما عملت مع دكتورة رحاب بالظبط. دكتورة دعاء عندك أيقونات تحت الشات اللي أنت بتكتبي منه، تضغطي على إرسال. فين يا دكتورة إرسال؟ مش شايف حاجة. دكتورة عندك مشاركة المحتوى جوه الشاشة اللي بنتكلم فيها دي، الشات، المحادثة والحاضرون ومشاركة المحتوى، الزرار الثالث، تضغطي على مشاركة التطبيق أو الشاشة، وتضغطي على الشاشة بالكامل، تبدأي تعملي معايا شير زي دكتور رحاب ما عملت. وأي زملاء دلوقتي عايزين يعملوا شيرنج بعد شوية يروحوا على الخاص يعملوا محادثة على الخاص مع الأستاذة مشاعل، بحيث تدوم فيدباك فني، بحيث ما نتع... لا إرسال. فين يا دكتورة دعاء؟ دكتورة دعاء أنت معايا؟ خليك معايا هنا 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 في البلاك بورد يا دكتورة دعاء. أيوة كده يا دكتورة دعاء، ما شاء الله عليك. أيوة كده، روحي بقى على البلاك بورد، روحي على التبويب اللي فيه الكورسات بتاعتك. تمام يا دكتورة، يلا. لا 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 لا، ما تقفليش من هنا، اطلعي فوق خالص. أيوة كده تمام. خلاص سيبي بقى البلاك بورد، ما ترجعيش على ما ترجعيش على الكوربريت، اضغطي على التبويب فوق اللي فيه المكررات، ما تضغطيش على حاجه هنا خالص، مالكيش دعوه بالجلسه، ابعد عن الجلسه خالص. ايوه كده، اطلعي فوق فوق. ايوه هنا بس كده، خلينا في الجزئيه دي. تمام يا دكتوره، اعملي بقى ارسال وريني انت كاتبه ايه. انت عماله تقولي اضغط ارسال، الان اتى موعد الارسال. ما شاء الله على حضرتك، ما شاء الله، ده انت غيرت السين، خليت لونه اخضر. لا ما تجيليش، ما ترجعليش على الجلسه، اسمعيني بس وانت بره، ولما تحتاجك في الكتابه ارجعي لجلسه التدريب، ارجعي تاني، ارجعي على المقرر بتاعك اللي لونه اخضر الجميل ده. ايوه كده يا دكتوره، خلينا بقى نشوف الكاتبه ايه. انزلي لنا تحت كده شويه بالمؤشر كده. ايوه، رساله الترحيب، اهلا وسهلا بكم في مقرر، ملهاش كلمه، ما فيش داعي انك تكتبي رساله الترحيب جوه، يعني على طول عبارتك اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلاب في مقرر التحليل. تركز رساله الترحيب على دي، نصايح يا دكتوره، امسحي الكلام ده واكتبي بقى انت، اكتبي انت نبذه عن المقرر. انت عامله الاثنين، بس خدي بالك يا دكتوره هنا في غلطه صغيره معموله عند حضرتك. انت عملت هنا منطقه محتوى، كان المفروض رساله الترحيب لحالها والنبذه لحالها، انت جيتي في منطقه المحتوى دي ولزقت النبذه في رساله الترحيب. تمام يا دكتوره، ده اللي حصل. وبالتالي انزلي تحت شويه كده، شوفي انت عامله ايه تاني بس عشان اخد بالي. انزلي شويه لتحت، شويه لتحت كمان، شويه لتحت النبذه. ما والدرس الاول ده هو بقى، دي مشكله. والاهداف، لا يا دكتوره حضرتك هتخشي المنطقه اللي انت منطقه المحتوى اللي انت عاملاها دي، وتمسحي كل اللي انت عاملاه، وتحطي لي رساله الترحيب بس، وبعدها ارسال. ايوه، او الغي الكلام ده كله وابدأي من تاني. شايفه رساله الترحيب دي؟ تعالي نعلمك الالغاء بقى، انا دخلت مع الدكتوره رحاب في التعديل، تعلمت في الالغاء. شايفه كلمه رساله الترحيب اللي باللون الاسود؟ ايوه، جنبها سهم لتحت، اضغطي على هذا السهم لتحت.
يا دكتور رساله الترحيب اللي انت عاملاها. لا مش تحرير بقى، حذف حذف حذف. موافق، ادي بقت فاضيه تاني. نبدا بقى من جديد على ايه، ميه رايقه كده. انشاء عنصر يا دكتوره، اول عنصر في ابدا هنا اسمه رساله الترحيب، ما تاخديش كوبي بيست. ايوه خديها زي ما هي، رساله ترحيب او رساله الترحيب، ما تاخديش كوبي وبيست لاي شيء الا رساله الترحيب فقط. هو انت ليه قفلتي؟ ليه عملت ارسال؟ اعملي تحرير تاني، تحرير بس جوه الحته المربع النص ده بقى، انزل تحت شويه، وسعي كده، وسعي من تحت كلمات كده، كلمات على اليمين، على اليمين البوكس ده الكورنر بتاعه اللي تحت، البوكس الفاضي الابيض اللي بتكتبي فيه في كورنر على اليمين من تحت، تعالي اليمين شويه، ايوه كده، وسعي كده شويه، ايوه كده، ايوه كده، بدراج ودروب. تمام يا دكتوره. روحي بقى الملف الوورد اللي انت مجهزاه اللي فيه رساله الترحيب. خلاص بقى يا دكتوره، كفايه التوسيع لحد كده، جميل جدا كده، جميل قوي. هاتي بقى رساله الترحيب، رساله الترحيب ده اسمه رساله الترحيب. كنترول ايه، انت كده كتبتي اللي انت عايزاه، اعملي كنترول ايه، كنترول سي، كنترول سي، وروحي جاي على البلاك بورد كنترول في. امشوا بالاختصارات في البلاك بورد، نمشي بالاختصارات. الصوره عندك فيها مشكله، عندك فيها مشكله، وقفي في مكان الصوره في العمود اللي على اليمين ده. دكتوره انت فين؟ راح ليه هنا؟ وقفي على الصوره، كليك يمين، حفظ كصوره. دكتوره لا تحت، ما قلتش نسخ، لا 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 ما قلتش نسخ. دكتوره ارجعي تاني، ارجعي تاني على الايكون بتاعه الصوره. دكتوره دعاء ليه عملتي نسخ؟ انا عايز احفظ الصوره على الجهاز. ايوه كليك يمين، بالراحه يا دكتوره، كليك يمين على الصوره، حفظ كصوره، فوق اهي، فوق 1 2 3 4 رابع واحده، لا لا ايوه حفظ كصوره. احفظيها بقى وسط الصور، سميها اي اسم، 1 2 3، سمي، اكتب اي كلمه. جميل جميل يا دكتوره، سميتها الاسم ده، مفيش مشكله، خلاص هي كده تسمى. ترجع للبلاك بورد، جميل، في الحته اللي على اليمين اللي جنب، انت واقفه كده على السطر اللي فيه كلمه الترحيب بالطلاب، لا كليك شمال في الحته الفاضيه اللي على اليمين. دكتور انت عملت حاجه، اندو كنترول زد، لا 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 كنترول زد، ايوه كده. دكتوره اعمل اللي بقول عليه بالظبط، شايفه كلمه تركز رساله الطالب على جنبها حته يمين فاضيه خالص اهي، حته على اليمين، ايوه هنا كليك، ايوه كده. شايفه بقى علامه الدبوس، ما تضغطيش في حته ثانيه، شايفه علامه الدبوس اللي جنبها بقى، لا ما قلتش اضغطي عليها. دكتوره اعمل اللي بقول عليه بالظبط، الغاء الامر، ايوه شايفه اللي جنبها علامه الصوره دي، اضغطي على دي، الدبوس ولا الصوره، الصوره استعراض من جهاز الكمبيوتر، الصور انت حطها في الصور، ها مش هنا في المكتبات يا دكتوره، مش هتلاقيها هنا يا دكتوره، شايفه المكتبات هي هنا موجوده، طيب ماشي هتحطها على سطح المكتب بقى. جميل، ادراج 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 تحت على الشمال تحت، ما تعمليش حاجه خالص هنا يا دكتوره، ادراج على طول. موافق، ايوه ارسال، الحمد لله تم نجاح العمليه اللي احنا عملناها دي. وكده الدكتوره دعاء، انزلي كده دكتوره بعد ما صغت الرساله بالسكرولر كده، انزلي، ادي رساله الترحيب بتاعتها، هي صغتها بالشكل ده وهي شايفاها كده مقتنعه بيها. عايزه بقى تضيفي عنصر اخر مش في نفس هذا العنصر، اطلعي كده فوق يا دكتوره، اطلعي سنه فوق كده بس بالمؤشر، ايوه كمان سنه، الزرار بتاع انشاء محتوى تضغطي عليه تاني وتضيفي عنصر تاني، ايوه بالعنصر الاخر كده. احنا ايه، جميل جدا، تخلصي الصفحتين وعشان في اخر اليوم نشوف شغلك. شكرا لك يا دكتوره، شكرا لك جدا، اقفلي كده الشير، ومتشكر للدكتوره جدا 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 على عرضها.
دكتورة دعاء من أسباب برضو نجاح اليوم، عملنا معاها فيدباك كويس زي الدكتورة رحاب بالظبط. مين من الدكاترة يقدر يشارك معانا ويبقى إيجابي معانا في التدريب اليوم ومشاركته تتنقل لكل الزملاء؟ طبعا هو الوقت بيجري، ما عادش قدامنا غير في حدود نص ساعة بالفعل، وأنا هسيبكم لمدة بس 10 دقايق كده، اللي عايز يصلي المغرب وبالظبط الساعة دلوقتي على ساعتي أنا 25 دقيقة، هي قبل كده كمان يعني، هي 19 ولا 18 تقريبا، و18 بس هقول يعني، هي و18 خمسة ونص بالظبط، 10 دقايق بالظبط، ونرجع تاني نشوف الناس عملوا ايه. اللي صلى المغرب صلى، اللي شغال شغال، اللي عمل اي شغل عمله، وبرضه نفس الاسئله اللي بقولها لكم، اشوف شغلكم بعد ال10 دقايق دول. هقفل بس الصوت لمده 10 دقايق، خدوا راحتكم انتوا اشتغلوا. واتمنى ان غير الدكتوره دعاء وغير الدكتوره رحاب يبقى في ناس تانية مشاركين معانا باهميه ان هم يطبقوا بايدهم. هنا في فرصه كبيره انك حتى تستخدم البلاك بورد بكل امكانياته في العرض، فانت استفيد من الفرصه دي انك تشتغل كانك حاضر في معمل مع المدرب بجد. انا ماسك الجهاز وبقول لك شاور فين واعمل فين. ممكن يا دكتوره نوره طبعا بعد ال10 دقايق دول بالظبط، 10 دقايق بقوا 9 كمان، 9 دقايق بالظبط، ودكتوره نوره، وانا هدي حتى الدكتوره نوره الشير من دلوقتي، بس هتفاعل معاك يا دكتوره بعد صلاه المغرب 10 دقايق بس. دكتورة نورة نديها الصلاحية من دلوقتي عشان ما ننساش كده. تعيين كمقدم، دكتورة نورة كده تقدر تقدم بعد الصلاة 10 دقايق بس يا جماعة، يا ريت ما تزيدش عن كده، واللي شغال شغال يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص احنا ال10 دقايق بتوعنا يعتبرهم خلصهم. نشوف كده الدكتورة نورة زي ما احنا كنا متفقين. الدكتورة نورة كانت اخدة الصلاحية. شكرا دكتورة رؤية. دكتورة نورة تبدأ تشير لنا ونشوف شغل حضرتك وصلت لفين. أتمنى بقى إنك تكوني خلصت الصفحتين علشان نحقق الأهداف بتاعتنا كاملة، ونشوف محتاجة حاجة إضافية ولا لأ، وهنأكد على حتة الروابط الخاصة بالمناقشات والدرجات وغيره مع حضرتك. ابتدي يا دكتورة، اتفضلي. دكتورة نورة انت عندك 3 ازرار على اليسار من تحت، المناقشة واللي هم الحضور او الاعضاء، وفي جنب في القبل الاخير مشاركة المحتوى. تضغطي على مشاركة المحتوى، تاني واحد اسمه مشاركة التطبيق او الشاشة. اضغطي بس على مشاركة التطبيق او الشاشة واعملي مشاركة. عندك هيطلع لك 2 بطن او 2 زرارين، اضغطي على اللي فوق اللي هو مشاركة الشاشة بالكامل. هنشوف بقى كل الأعضاء هيتفضلوا يشوفوا الشغل بتاع حضرتك، وندي لحضرتك فيدباك تفاعلي، وبل بالعكس هنزيد معاكي الجزء الخاص بالروابط الإضافية علشان نبقى حققنا كل نتائج تدريبنا اليوم. وهقول لكم ايه هو الواجب او التكليف اللي هتجهزوه علشان الغد، يعني بس مش عايزين نسبق الأحداث. بس دكتورة نورة تشير، هي تكت زرار بس يا دكتورة. لو في مشكلة عند حضرتك ممكن مع الأستاذة مشاعل على الخاص كده، انت هتقول لك نفس اللي انا قلته لك بالظبط يعني. ممتاز ممتاز تمام يا دكتورة تمام. اي احنا شوفنا كده الشغل بتاع حضرتك المقرر، اجتماعيات التربية، حضرتك كلية التربية زيي. ممتاز. عملتي ارتباط أداة. طيب جميل جدا. ارتباط أداة بإيه؟ هتسميه إيه؟ هتعملي أداة إيه؟ درجات الطلاب ولا المناقشات ولا الفصول الافتراضية ولا البريد؟ أنت واقفة عند الاسم، فتشوفي هتكتبي حاجة وتختاري من القائمة المنسدلة. البريد مفيش مشكلة، البريد الإلكتروني. الدكتور عايز اضيف رابط لأداة البريد الالكتروني عندك. لا 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 لا، هتضغطي ارسال ازاي؟ مش تختاري اول من القائمة المنسدلة النوع حتى الان باي ديفولت البلاك بورد كلوبليت ارترا اللي هو الفصول الافتراضية. انزلي تحت البريد الالكتروني، تحت شوية البريد الالكتروني اللي انت اخترتيه، تحت شوية تحت كمان. فوق التقويم، فوق فوق. ايوه تمام جميل جدا. متاح للمستخدمين وارسال لو تحبي. هو كده مفيش مشكله، دي اداه ارسال. هيظهر عندك رابط اسمه البريد في الاخر اهوت، تقدري تسحبيه لفوق ازاي؟ شايفه السهمين اللي على اليمين؟ ايوه دراج ودروب بس كده، بس مش لفوق قوي يعني، ده بريد يعني يعني تحت المحتوى كمان وتحت والصفحه الرئيسيه. دكتوره معلش اسحب الصفحه الرئيسيه طلعها فوق خالص. ايوه كده. فين بقى ابدأ هنا ومعلومات المقرر اللي هم يلوا الصفحه الرئيسيه. انت كده عملت الاداه كويس. فين ابدأ هنا ومعلومات المقرر اللي احنا متفقين عليهم؟ ده البريد خلاص ملناش دعوه بيه تاني بقى، خلاص عملناه وزي الفل ماشي. ايوه انشاء. ها تاني ارتباط اداه المرة دي هنعمل. لا 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 لا، استوب يا دكتورة عند الجزء ده. ارتباط الأداة للأدوات فقط زي المناقشات والبريد الإلكتروني والفصول الافتراضية وغيره. أنت دلوقتي عايزة تنشئي صفحة فارغة أو منطقة محتوى، وإحنا رشحنا منطقة المحتوى، يبقى هتدوسي على علامة الإضافة فوق على اليمين اللي هي علامة اللي زي رمز البلس. هتدوسي على علامة الإضافة ويسألك هو هنا أسئلة، ما تستعجليش. بيقول لك منطقة كونتنت ولا وحدة نمطية ولا صفحة فارغة
ولا ارتباط اداه؟ مالناش دعوه بارتباط اداه. يبقى قدامك حاجه من اتنين، لا اما منطقه كونتنت اللي انت مدرياها بالتعليق دي، لا اما صفحه فارغه. فاختاري منطقه المحتوى اول واحده، بلاش صفحه فارغه. صفحه فارغه هتضطر كل الجداول للخمس عناصر يبقوا تحت بعض. اما منطقه المحتوى تضغطي على منطقه المحتوى، سميها ابدا هنا واجعليها متاحه لطلابك عشان نشتغل باهميه. جميل جدا، ادي صفحه ابدا هنا ودي منطقه محتوى. جميل جدا يا دكتوره. دلوقتي انت مجهزه الرساله الترحيبيه اللي هي اول عناصر ابدا هنا. فين ملف الوورد بتاعك اول؟ لا 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 لا، سيبي ده خالص دلوقتي. لا مفيش ملف، ما ولا جبنا سيرته، الغاء الامر. جميل جدا يا دكتوره نوره، ماشي جميل. كنترول A كنترول C، الغاء الامر. ايوه هنا الغاء الامر في ال... جميل جدا. خلينا في الملف الوورد دلوقتي. كنترول A كنترول C، تحديد الكل كنترول A كنترول C كوبي. ارجع بقى للبلاك بورد. جميل. انشاء المحتوى اول حاجة عنصر. ايوه، واعملي بيست وارسال. اكون رديت على الدكتورة رحاب. دكتورة رحاب، جولة في المقرر فيها حاجات كتير بما فيها رسالة ترحيب تاني. لا يا دكتورة لا، اكيد في هيبقى فيها خطأ في الملف ده نفسه. تعالي نرجع تاني الجولة في المقرر، احمله عندي يا دكتورة رحاب. جولة في المقرر، فهمت حضرتك. لا، جولة في المقرر يتاخد كما هو وبنعدل فيه بعد كده. لا، هي دي فعلا الجولة، في رسالة ترحيب بس مختصرة واخبار المقرر المخطط ده. لا لا، الجولة دي كل العناصر، الجولة تشمل كل العناصر يا دكتورة رحاب. اوكي، هي مطلوبة. ثواني بقى اشوف الدكتور، ارجع للدكتورة نورة اشوفها بتعمل ايه. ما تمام، بتجيب صورة. تمام، جميل جدا يا دكتورة نورة. قولي إرسال وفرجينا على شغلك أول في المعاينة. إرسال. ها دكتورة رحاب، وصلتك المعلومة اللي أنا كنت بتكلم فيها؟ انزلي كده يا دكتورة نورة فرجينا. ماشي، ممتاز، كويس كويس يا دكتورة رحاب. هي بس عندك اعملي تحليل كده لما تشوف المسافات الزيادة، ارجعي كده دوسي على السهم اللي تحت اللي جنب رسالة الترحيب فوق، مش هنا، هنا تحرير اول اختيار. هتلاقي كده في انزلي تحت سنة بالمؤشر وسعي المساحة اللي بتشتغلي فيها. ايوه كبري كده، في عندك مسافات كتير تحت، انزلي تحت الجدول خالص. ايوه هنا في الحتة دي. ايوه اضغطي ديليت 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 ديليت، مفتاح ديليت كده. لا 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 لا، اقفي اقفي ده، ارجعي تاني تحت كده. ايوه انزلي بالمؤشر، انزلي كده بالمؤشر بسهم لتحت. ايه بسهم لتحت، مش بالكورسر. كليك شمال كده هنا في الحته دي، اعملي باك سبيس. ده كليك يمين، انت عملت يمين شمال شمال، باك سبيس بقى، امسحي كأنك بتمسحي. خلاص اعملي باك سبيس كده، ورينا المؤشر واقف فين. المؤشر واقف فين يا دكتورة؟ ده انت مسحت كله. اندو كنترول زد كنترول زد، بس كده كنترول زد كمان كنترول زد. الغاء الامر يا دكتورة، الغاء الامر خالص، الغاء الامر، دوسي الغاء الامر بس عشان بس نرجع لاخر حاجة كانت محفوظة. ايوه بس كده، مش عايز اشيل المسافات. الله كل حاجة تضيع. ضيفي بقى، ضيفي عنصر تاني. كويس ان هي موجودة، هنقعد نشيل في المسافات، هنقعد فيها وقت طويل جدا. ايوه عنصر تاني، تاني عنصر عندك ايه بعد الرسالة الترحيبية؟ عندك زي ما كنا بنتكلم مع الدكتور رحاب كده، نبذة عن المقرر. تمام، مفردات. اي مفردات يا دكتورة؟ ارجع الملف بتاع مادة التعلم الإلكتروني، نبذة عن المقرر، حملي القالب.
ايوه، وارجع لي القالب وحمليه. نرجع لاسئله الناس على الشات لحد ما الدكتوره نوره تحمل قالب النبذه. تمام، نرجع دكتور رحاب كده على الشات. هل عند الضغط على ارسال يكون متاح للطلاب؟ نعم يا دكتوره، لو انت عاملاه متاح من الاول، مش الصفح تبدا هنا، انت علمت صح ان هي تكون متاحه للطلاب، هيكون متاح للطلاب. ما علمتيش متاحه للطلاب، يبقى مش هتبقى متاحه. في الاصل اي صفحه فارغه يا دكتوره زي ما انت كاتبه كده ما بتبقاش متاحه للطلاب، لما تبداي تشتغلي فيها بتظهر للطلاب. يعني في ناس بيعملوا صفحات فارغه متاحه للطلاب وهي فاضيه، ما بيظهرش حاجه للطلاب، لما يبداوا يحطوا فيها عناصر بتبدا تظهر للطلاب. بس انت في الاصل وانت انشاتيها، انا فاكر ان قلت لك علمي صح على انها تبقى متاحه، وبالتالي هي بمجرد ما تعملي الحاجات دي بتبقى متاحه للطلاب. في الاصل اساسا يا دكتوره طلابك ما بيدخلوش على المكرر، يعني انا لاحظت لما اشتغلت معاكي كان المكرر فاضي خالص، يعني كون ان هم تبقى متاحه للطلاب ده كويس. الدكتوره هنا شغاله في نبذه في المكرر، ممتاز، شغالين كده مع بعض وبتحفظ الصور زي ما اخدنا. اي دكتوره رحاب معاكي، انا بتكلم على الدكتوره نوره ان هي شغاله معايا اونلاين. دكتوره رحاب فاروق غير الدكتورة، سوري، في 2 رحاب، يعني دكتورة رحاب أحمد فؤاد. أيوة آسف يا دكتورة، آسف والله، دكتورة رحاب فؤاد هي اللي اشتغلت معايا. دكتورة رحاب فاروق لسه بنجاوب بس على استفسارات حضرتك. بالفعل لو ضغطت إنه إرسال وبعت حاجة والصفحة متاحة تصبح متاحة للطالبات بالفعل عند حضرتك، الا اذا انت عاملاها غير متاحه ما فيش حاجه هتظهر لهم. نرجع كده للدكتوره نوره على الشير. ممتاز يا دكتوره، ممتاز، ممتاز جدا جدا جدا، بس الكلام اللي جوه ده طبعا مش كلامك، امسحيه وعدليه واكتبي كلامك طبعا. ممتاز جدا، ايوه كده، الكلام مظبوط. كملوا بقى الصفحات كلها. مين خلص الصفحتين؟ شكرا ليكي جدا يا دكتوره. واصل الصوت كده؟ واصل الصوت كده؟ أنا بس كنت بشكر الدكتورة نورة، أنا بس كنت بشكر الدكتورة نورة، والله ما قلت حاجة خالص، أنا شكرتها بس يمكن إيه اتضغطت عليه من غير ما أقصد. كنت بشكر الدكتورة نورة والدكتورة رحاب فؤاد، وبشكر الزملاء اللي شاركوا معانا كمان، اللي هي الدكتورة تقريبا على ما أتذكر دكتورة وداد، صح الكلام كده؟ ولا انا اخطأت في شيء؟ دعاء، دكتورة دعاء، دكتورة دعاء، ودكتورة رحاب فؤاد، والدكتورة نورة، دول شاركوا معانا بالعملي، وطبعا بشكرهم ان هم كانوا من اسباب نجاح التدريب اليوم، وهم اثبتوا ان اللي احنا قلناه جميلة. دكتورة منى، بس هو خلاص الوقت ما عادش هيكفي، ما عادش غير في ربع ساعة يا دوبك، انا بس اعرض جزئية صغيرة اخيرة، واطلب منكم الواجبات اللي هتكون جاهزة في الغد عشان نشتغل عليها. وبكرة دكتورة منى اول زميلة تعرض معانا بإذن الله، بإذن الله. خلوني اذكركم باللي كنا بنتكلم فيه. كنا بنتكلم ان احنا في عندنا، اسمحوا لي اعمل شيرنج للشاشه عندي انا، ويا ريت لو تخلوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله. انا كده عملت شيرنج لسطح المكتب، تعالوا نشوف الفايلات موجوده فين. ادي الفايلات، تحملوها، تنشئوا صفحتين. تعالوا معايا كده نفتح المقرر المثالي، المقرر المثالي في جامعه القسيم عربي. المقرر المثالي بيتكون من ايه؟ صفحة رئيسية،
بتبقى موجوده اوتوماتيك باي ديفولت، بتبقى موجوده. الصوت ايه مشكلته؟ الصوت شغال كويس دكتوره دعاء، الصوت كويس، المؤشر عندي. انا المره اللي فاتت كنت انا السبب، ضغطت على ميوت من غير ما اقصد، اما الان المؤشر عندي تمام، وبعدت زرار ميوت عني خالص، تمام الصوت تمام. لو في مشكله عندك يا دكتوره دعاء في الصوت من عندك، بس انا عندي الامور تمام. نرجع تاني للمقرر المثالي، نرجع تاني للمقرر المثالي عربي في جامعة القصيم. تلاحظوا من المقرر المثالي بيتكون من الصفحة الرئيسية، ابدأ هنا، ده ابدأ هنا، بتتكون من العناصر اللي موجودة فيها اللي هي القوالب، بتحملها وتكتبها، تكتب اللي انت عايزه في الوورد، تكتب اللي انت عايزه كله وفق الارشادات اللي موجودة فيها، وترجع ترفعها تاني وترفع الصور بالطريقة اللي انا قلتها. دليل المقرر برضو بتشوف الوصف وتشوف الشغل بتاعك، تشوف هتكتب ايه وتملى البيانات دي كلها، وترجع ترفع الكلام ده كله. والدروس، دروس المقرر بتحط بس انت الدروس بتاعتك هنا. لاحظ الاتي، ان الدروس بتبقى متتالية، يعني بتحط بلوك الدرس الاول، بلوك الدرس الثاني. انت عندك في القوالب في النماذج هنا، شوف خد بالك، الدروس، خلوني افتح لك درس واحد، الدروس ده نموذج لدرس، انت عندك كام درس؟ اتنين، اعمل التاني، اعمل التالت، اعمل الرابع، حمل ده وحطه. انت عندك 10 دروس، اعملوا 10 عناصر، بس بعد ما تغير في ملف الوورد، 2 3 4 5، وصل المعلومة ديت؟ يبقى انت بتحمل ملف الدروس. اتاكد بس من الناس ان هي سمعاني وفاهمه انا بقول ايه. الو دكاتره، القالب جميل، القالب، ملف الدروس، ملف الدروس اللي هو ده يتحط هنا بعدد الدروس. عندك درس واحد حطه مره واحده، عندك 10 يبقى لا، يبقى تعمل ادراج، تعمل ادراج عنصر جديد، تمام، تبقى تعمل هنا عنصر، انشاء عنصر، وتحط الدرس الثاني انشاء عنصر، وتحط الدرس الثالث، يبقوا تحت بعض 10 عناصر تحت بعض، واصله؟ طيب يا دكتوره وداد ودكتوره امال ودكتوره مواهب ودكتوره منى بتقول كيف اخزنه واستفيد منه مسبقا؟ قصدك بعد ما تخلصي شغلك تحفظيه، ولما تيجي السنه الجايه تعملي له امبورت. دكتوره منى، قصدك بعد ما تخلصي شغلك خالص تحفظيه عندك. دي هنقولها بكره، دي بصي كده معايا في الاهداف بتاعتي انا مش ناسيها. ازاي تصدري الهدف 2، ان يكون المشارك في ورشه العمل قادر على تصدير مقرره والاحتفاظ به. لا مشكله، انا عامل حسابي يا دكتوره، ما تقلقيش من اي شيء. دي هنقولها وهي جزء من اهتماماتي. المقرر المثالي بيفتح ملف مضغوط، ايوه، ما هو ده اللي الدكتوره منى، دكتوره منى خالد سألاه، هي عايزه تطلع مقرر مثالي يا دكتوره رحاب. فالمقرر المثالي اللي مضغوط ده هو ده كانه شغل دكتوره منى، كانه شغلي، احنا مصدرينه عشان الناس تاخده على الجهاز تعمل له امبورت. المقرر المثالي المضغوط ده لو انت عملت له امبورت هيتكون عندك المقرر كده بدون ما تتعبي فيه. انما انا بس يا دكتوره، معلش يا دكتوره رحاب، سامحيني، عايز ارجع للنقطه اللي كنت بقولها. انت دلوقتي المفروض النهارده بتجهزوا الدروس، عندك 3 4 دروس في مقررك. المفروض لما يبقى تنشئ صفحه اسمها دروس المقرر، صفحه منطقه كونتنت، وتنشئ فيها العناصر، الدرس الاول الثاني الثالث الرابع بعدد العناصر، زي ما الدكتور العزازي، دكتور محمود العزازي كان عامل كده في صفحه دروس المقرر، درس واحد، درس اثنين، درس ثلاثة، درس أربعة، درس خمسة، عناصر ورا بعضها بيكرروا، حملوا وعملوا 10 ملفات وكتب 10 ملفات وكرروا. هل دي واضحة للكل ولا مش واضحة؟
يعني دي مهمة جدا، عشان دي المفروض تجهزوها قبل الغد. اجي بكرة افتح الدروس وتوروني على طول ونشتغل ونملى الدروس. دكتورة دعاء، القصد ايه؟ دكتور محمود العزازي، ركزي معايا بس في الجزئية دي، خدي بالك كده. في الدروس عنده عامل درس الخلية الحيوانية درس، الأنسجة درس 2، التكاثر درس 3. في الأصل إحنا حاطين لكم في القالب درس واحد، أنت هتحمليه وتاخدي منه بعدد دروسك. الملف الوورد ده 5 نسخ 10 نسخ، تفتحي كل ملف وورد وتعملي ملف وورد للدرس الأول، ملف وورد للدرس الثاني، وتقومي فاتحة تنشئي بقى عندك هنا في مقررك يا دكتورة صفحة اسمها الدروس، تبدأي تنشئيها عن طريق ان هي تبقى منطقة محتوى، وتبدأ تحط عناصر وتاخد الدرس الاول تنسخيه والدرس الثاني والثالث، يبقى عندك. ايوه يا دكتورة، الاهداف فقط. بس هنا في مشكلة بقى صغيرة انتوا هتتعرضوا عليها، لو انتوا عملتوها كمنطقة كعناصر مش هينفع يتحط جواها بعد كده شغل تاني. المفترض لما اجي اشتغل الجزئية دي، خد بالك معايا بقى، انا هحمل هنا الدرس الثاني، لاحظ معايا، انا هحمل اهو تحميل فايل داونلود از مايكروسوفت وورد، هاخد الدرس ده الدروس وعلى الديسك توب اهو، هفتح هذا الدرس وهقول اديت وهخليه رقم 2، سوري رقم 2، وهاخده كنترول ايه كنترول سي زي ما اتفقنا، ما حصلش حاجة جديدة. ارجع بقى للبلاك بورد، ادي الدروس، كان في واحد وعايز احط الدرس الثاني، اعمله ازاي؟ انشاء المحتوى، مجلد المحتوى، علشان هذا المجلد سيشتمل في داخله على محتويات الدرس. اذا اخذنا في المرة اللي فاتت عنصر لما كانت في صفحة تبدأ هنا والدليل، اما في الدروس مجلد المحتوى. اضغط مجلد المحتوى واكتب فيه الدرس الثاني، الدرس الثاني، وانسخ الدرس الثاني ده هنا، ومتشكر اوي، اشيل الفراغات المسافات الزايدة، اشيل بس الفراغات ديت وانزل تحت، هيبقى عندي شوية فراغات تانية اخلص منها. هل في تاني؟ خلاص كده، بس كده اكتب هنا الاهداف، يتوقع منك في نهايه الدرس ان تكون قادرا على ان تفهم مش عارف ايه الكلام ده كله، نكتبه ونقوم قايلين يلا كده تمام جدا ارسال. كده بقى عندي الدرس الاول اللي كان موجود قبل كده، وبقى عندي تاني الدرس التاني، اضغط هنا احط محتوى زي ما بالظبط، اضغط هنا اشوف محتوى، نرفع فوق كده اشوف محتوى. يبقى انا المفروض انشئ الدروس، ولكن كل درس يبقى مجلد محتوى، يبقوا تحت بعض كده، مجلد 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 محتوى، وانشئهم تحت بعض. وصلت الفكرة؟ مش عنصر. ايوه الاهداف بس يا دكتور ارحاب، ان انا احمل الدروس وبعدد الدروس اللي عندك انسخها 5 مرات 6 مرات 10 مرات حتى لو 15 اسبوع، بقى عندك 15 ملف من الدروس، كل ملف فيه 1 2 3 4 لحد 5 واهدافه. اجي بقى عشان انشئهم في صفحة الدروس، اعمل صفحة الدروس منطقة محتوى. طيب بعد ما ادخل جوه صفحة الدروس دي وانشئ فيها، ما اعملش عنصر، لا اعمل مجلد المحتوى. مين فهمها؟ مين عرف هيعمل ايه؟ نحمل مرفق بمضمون الدرس؟ لا 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 لا، انشئوا ده بكره، بكره هترفعوا دروسكم، جهزوا بس المحتوى بتاعها النهارده، الفيديوهات والبي دي اف، يعني مقرر نخلص بكره في ان شاء الله. المهم عندي النهارده الواجب ان يتم انشاء هذه الصفحه، ان يبقى تبقوا زي دكتور محمود العزازي او دكتور الزميل الاخر. لما اشوف المحاضرات بتاعته اهو، شايفين الدكتور محمد الجاسر ودكتور محمود العزازي، ده انجليزي وده عربي، دي فولدر، ده مجلد، ده مجلد، ده برضو هنا فولدر، بس هو الرمز مش موجود قدامي. وانا برضو هنا لما انا اشتغلت معاكو في اي مقرر عندي
في المقرر المثالي العربي لما حبيت انشئ درس جديد، انشاء محتوى مجلد المحتوى واسميه ثلاثة، واحط اللي انا واخده هنا واجي هنا بدل اتنين اخليها ثلاثة واقول له ارسال، عندي واحد اتنين ثلاثة. الامور سهلة، واضحة الامور ولا فيها مشكلة؟ بس مجلد المحتوى مش عنصر. جميل جميل استاذة وديان، دكتورة دعاء، دكتورة سنية، دكتورة لؤلؤة، دكتورة منى، دكتورة نورة، دكتورة امل، ممتاز. اول درس عنصر؟ لا لا يا دكتورة زينب، لا دكتورة زينب، الصفحة باكملها تبقى منطقة محتوى، دي اول خطوة. لما بتعمليها ما بتعمليش فيها عناصر على الاطلاق، كل الدروس مجلد محتوى، حتى اول درس وثاني درس كل الدروس مجلد المحتوى. في صفحة الدروس لا تستخدمي عنصر. وصلت يا دكتورة زينب؟ اما صفحة تبدأ هنا وصفحة الدليل المقرر بتعملي عناصر، اوكي. اما الدروس لا، الدروس مجلد. خلاص تمام كده، تمام. يبقى انتوا حضراتكم كلكم تفتحوا مقرراتكم باذن الله بعد ما نخلص او بالليل او في اي وقت. تمام يا دكتور استاذه وديان، طبعا لازم، ما هو الواجب تطبيق، وتنشئوا صفحه الدروس وتنشئوا الدروس بتاعتكم كلها صفحه الاهداف فقط، وتجهزوا المحتوى الخاص بهذه الدروس عشان في الغد هعلمكم كيفيه انشاء الدرس في خريطه التعلم اللي هو الجدول الاخير الخاص بخريطه التعلم اللي بتحط فيه الفيديوهات والكلام ده كله. دكتوره زينب عندها سؤال اخير، هل ممكن اعاده لطريقة نسخ صورة من الوورد؟ اوكي يا دكتورة، انا عندي هنا يا دكتورة ملف رسالة الترحيب ده، كليك يمين على الصورة، سيف از بيكتشر، او حفظ باسم، او حفظ كصورة، حفظ كصورة، كليك يمين على الصورة بس، حفظ كصورة، هتحطها في اي مكان وتسميها باي اسم وليكن واحد، سيف. تمام كده، انا عندي صورة لما تحبي تستخدميها في الشغل بتاعك يا دكتورة وانت واقفه هنا على سبيل المثال، تلغي ده كده مثلا، لو هو مفتوح في وضع التحرير يعني، تعملي تحرير وتقفي في المكان اللي في الصوره هنا اهوت، وتقومي قايله جنب الدبوس كده ادراك تحرير الصوره استعراض من جهاز الكمبيوتر، انا حطيتها على الديسكتوب تقريبا. هتلاقي هنا فين الصوره البي ان جي بتاعه الايد، حطيتها انا فين يعني، هي كأنها الصورة موجودة هنا على سبيل المثال، ناخد الصورة دي هاي مثلا كأنها مكانها، وأقوم أخدها وأقول إدراج الصورة تتحط فين؟ في مكانها زي ما أنت شايفة كده. هل وصلت الفكرة يا دكتورة؟ لا إزاي، ملف الوورد كده بس، أنت بس وقفي على الصورة يعني. بص يا دكتورة، دكتورة كليك يمين فوق الصورة، فوق الصورة، مش هاجي كليك يمين هنا حتة فاضية مش هيجي لك حاجة، اقفي على الصورة، كليك شمال كده حددتها، هي حولها مربعات، كليك يمين فوق الصورة، فوقها مش بعيد عنها، بعيد عنها مش هيجيب لك حاجة، حتى لو متحددة اهي، ما انا حددتها ورحت في اخر الدنيا عملت كليك يمين استفدت ايه يعني. كليك يمين فوقيها، سيف از بيكتشر، حفظ كصورة. تمام يا دكتورة؟ ده الوورد اللي ازاي تحفظ الصورة. كده احنا انهينا اليوم الواجب اللي اتفقنا عليه، ان حضراتكم تنشئوا صفحة الدروس على اساس مجلد محتوى لكل درس، وبالغد باذن الله هبدأ شغلي معاكم، ان انا هفتح مجلد المحتوى واشتغل على خريطة التعلم لدرس واحد، والتكليف اللي هتطلب منكم اثناء اليوم غدا انكم تخلصوا الروابط، وزي ما انا عملت في درس تعملوا انتم في 5 6 دروس، بحيث على نهاية التدريب تكونوا انهيتم بالفعل مقرر بشكل مثالي. مطلوب منكم كمان اللي احنا عملناه في ابدأ هنا ودليل المقرر، تكونوا انهيتوه بشكل جيد وكتبتوا اللي انتوا عايزين تكتبوه، اشتغلوا على مقرركم اليوم بحيث في الغد يبقى الكلام اللي انتوا عايزينه بالفعل هو اللي موجود. دكتورة لؤلؤة، هل صحيح يكون داخل ابدأ هنا رسالة الترحيب ونبذة عن المقرر؟ بص يا دكتورة لؤلؤة، لما انت بتخشي معانا فين، في موقع العمادة، بتخشي على الجزء بتاع الحقائب، عندك الملف ده PDF، ده بيعرفك ايه اللي جوه ابدأ هنا. ابدأ هنا فيها الـ5 حاجات دول،
من أول رسالة الترحيب حتى كسر الجمود، ودليل المكرر في الخمسة دول: إرشادات وتقويم ومصادر ومعلومات ووصف. أنتوا بتكملوا الكلام ده قبل الدروس أساسا، ما ينفعش حد يفتح الدروس قبل ما يخلص دول، فدول هم عندك. وصل الأمور؟ تمام. احنا خلصنا، فننهي بقى ان شاء الله اليوم، ونستأذن أستاذة مشاعل ان هي توقف التسجيل وتعملوا الواجبات اللي عليكم. عندكم واجبات لازم تتعمل، انهم صفحة ابدأ هنا ودليل المقرر، وانشئوا صفحة الدروس عن طريق مجلد محتوى.